مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منوريني ومشرفيني في بيتكم قناه الاهلي والاهلي الليله. يعني زي ما احنا معودين حضراتكم ان احنا بنحاول نجمع كل اخبار النادي الاهلي وكل اخبار متعلقه باسم الاهلي الكبير واسم الاهلي العظيم في كل مكان. عشان كده هبدا معاكم باخبار النادي الاهلي، وخبر مهم جدا اعتقد ان احنا كلنا يعني كنا متابعين الخبر ده. الاهلي يرد على ملاحظات وزاره الشباب والرياضه. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال النهارده النادي الاهلي ارسل اليوم خطابا لوزاره الشباب والرياضه متضمنا الرد على كافه الملاحظات التي اوردتها الوزاره في خطابها الوارد للنادي بتاريخ 4 اكتوبر الحالي. اضاف مرجان ان الخطاب تضمن الرد على 22 ملحوظه ادركتها وزاره الشباب والرياضه في خطابها، علما بان هذه الملاحظات تمت جميعها في عهد مجالس ادارات النادي السابقه. كلام مهم جدا، يعني لازم اعيده على حضراتكم ان هذه الملاحظات تمت، جميع هذه الملاحظات 22 ملاحظه في عهد المجالس السابقه من عام 2007 وحتى 2017، وقام النادي بالرد عليها وارسال المستندات الخاصه بها بكل ملحوظه على حد. كما اوضح المدير التنفيذي للنادي ان النادي الاهلي رد النادي اليوم وفقا للموعد القانوني المحدد من قبل الوزاره، والتي حددت اليوم الخميس الموافق 18 اكتوبر كاخر موعد لتلقي رد النادي الاهلي على ملاحظات الوزاره. يعني ده طيب، انا عشان يبقى معانا العميد محمد مرجان يقول لنا مزيد من التفاصيل. سياده العميد اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك، ازيك يا عميد عامل ايه؟ ربنا يخليك، انت عامل ايه؟ ربنا يخليك، الحمد لله يا حبيبي. كله تمام؟ الحمد لله. يعني دايما بقول ربنا يعينك وربنا معاك وقده قدود. الله يخليك، الله يخليك يا حبيبي. يعني عايزين نوضح للجماهير الاهلاويه ما تم الرد عليه من قبل وزاره الشباب والرياضه. النادي الاهلي النهارده ارسل خطاب متضمنا كل الملاحظات التي سردتها وزاره الشباب والرياضه و22 ملحوظه، وانا قلت قبل ما حضرتك تدخل معايا على طول ان 22 ملحوظه دول كانوا في عهد المجالس السابقه من 2007 ل 2017. تمام، بس خلينا نتفق يا ميدو ان احنا مفيش حاجه اسمها مجلس سابق ومجلس حالي. اكيد اكيد اكيد، ده النادي الاهلي اكيد، واللي بيبقى موجود هو بيبقى يعني المفروض المنوط بيه هو اللي بيرد ويدافع عن النادي الاهلي بالشكل القانوني وبالالتزام باللوائح المنظمه وبالقوانين، فما سابق او حالي. اكيد خلاص، هي 22 ملحوظه دول اللي كانوا وصلوا بتاريخ 3/10، ولجنه الشباب وزاره الشباب والرياضه كانت نزلت لجنه، وفي اكثر من لجنه في الفتره اللي فاتت نزلت على النادي الاهلي. طبعا النادي احنا ما بنتكلمش، احنا بنحافظ على النادي الاهلي، احنا عندنا هدف اساسي طبعا كلنا عارفينه، الحلم اللي احنا بنحلم بيه كلنا كره افريقيا، فكل الكلام دوت هو ده الهدف بتاعنا، وهو ده هدف اسعاد جماهيرنا، وهو ده هدف كره افريقيا وترجع كاس عالم. القصص الاداريه دي احنا شغالين فيها الحمد لله على التوازي. النادي الاهلي مفتوح، في لجان نزلت اكثر من لجنه، في لجنه وزاره الشباب والرياضه كان ليها ملحوظات 22 ملحوظه الحمد لله. في نفس التاريخ اللي جه فيه 3/10 كان الساعه 8 مساء، يوم 4/10 رئيس النادي مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب كان شكل لجنه، اللجنه دي فيها الساده القانونيين والاداره الماليه بالاضافه الى نائب رئيس النادي السيد عمرو فاروق تمام والاستاذ خالد برندلي امين الصندوق. اللجنه دي اشتغلت يعني مش عايز اقول لك يعني عشان خاطر ترد على كل الملحوظات اللي جت للنادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين احنا انتهينا فيها فعلا اول امبارح. امبارح كان في اجتماع مع رئيس النادي عشان يطلع على كافه الامور والرد على كافه الملحوظات اللي موجوده، والنهارده الصبح التزاما بال 15 يوم زي ما جيت الجواب بعتنا لوزاره الشباب والرياضه مشكورين الملفات بالكامل بالرد بالكامل. اكيد طبعا في ردود هم هيستقبلوها، في ردود هيبقى فيها تعقيب، دي مش يعني ده امور عاديه جدا، وده اي عمل اداري بيبقى فيه الكلام ده كله موجود، فاحنا بعتنا الرد علينا وعملنا اللي علينا. احنا مكتوب يعني نصيبنا ان احنا موجودين في النادي الاهلي في الفتره الحاليه، فبنرد على كل ما بيجي عن النادي الاهلي. مجلس ادارته واداره التنفيذيه موجوده بترد عن الاهلي، ولكن نخرج بره قصه مجلس سابق او مجلس حالي او الكلام ده كله، لان ده الاصول اللي احنا اتربينا عليها. طالما احنا موجودين يبقى احنا بندافع عن حقوق النادي الاهلي مع الالتزام واحترام كافه القوانين المنظمه في هذه الشؤون او في هذه الشؤون الماليه او الاداريه او الكلام ده كله، احنا بنلتزم بيها وبنحافظ على القوانين. فان شاء الله باذن الله الرد راح النهارده ومطمن الناس كلها، دي امور عاديه جدا وبتحصل على مستوى المؤسسات الكبرى. النهارده النادي الاهلي مؤسسه رياضيه كبيره، هي الاولى افريقيا. النهارده انت بتتكلم في 3 فروع وان شاء الله داخل على الفرع الرابع، بتتكلم في ميزانيه الحمد لله رب العالمين بتعدي المليار جنيه، عقود رعايه موجوده، فالحمد لله رب العالمين. دي اكيد لازم يبقى فيه
ملاحظات لازم ان شاء الله يترد عليها، وكل اللي بيجي بيشتغل في النادي الاهلي او بيجتهد في النادي الاهلي له كل الاحترام لانها مسؤوليه كبيره. فالحمد لله احنا ردينا النهارده وبعتنا الملفات بالكامل، وان شاء الله باذن الله موجودين وفي انتظار بقى التعقيب باذن الله. اكيد يا كابتن، وحضرتك بتتكلم كمان يعني بتتكلم في فتره كبيره جدا، 10 سنوات فيهم 22 ملحوظه. طبعا ده بحد ذاتها انجاز. ونرجع نقول برضو تاني، خلي بالك اللي في خلال العشر سنوات دي في كام جمعيه عموميه اعتمدت ميزانيات النادي الاهلي ومجلس ادارته. بالظبط. فدي جمعيه عموميه اعتمدت ميزانيات، ولكن برضو احنا بنحترم القوانين وبنحترم اللوائح العامه، لان دي انت في الاول وفي الاخر ده مال عام موجود. النهارده كل الجهات من حقها تطمن، اعضاء الجمعيه العموميه من حقها تطمن. النهارده انت بتعمل جمعيه عموميه عشان تعتمد ميزانياتك، بتعرض عليها كافه المصروفات اللي انت بتصرفها سواء في مجال النشاط الرياضي او سواء في الانشاءات او سواء في الخدمات، قطاع الخدمات. فده من حق الجامعات العموميه كلها الاطلاع عليها، وفي نفس الوقت الاجهزه المعنيه برضو من حقها اللي هي تكون مطمنه. فده برضو ده يعني احنا كل ده متوقع وكل ده احنا عايشين فيه، فسواء في العمل الخارجي او سواء في النادي الاهلي، فما يعني ما حدش يقلق، دي امور عاديه جدا وطبيعيه جدا. ولكن هو العنوان الرئيسي اللي موجود في النادي الاهلي زي ما رغبونا في النادي الاهلي، بيدافع عن النادي الاهلي، بيرد على النادي الاهلي ايا كان، لان ده نصيبنا موجودين. واكيد في مجالس بعدين هتبقى موجوده متعاقبه، وادارات بعدين هتبقى متعاقبه. انت ما بتردش على شخص او بترد على مجلس، انت بترد للنادي الاهلي. أكيد. النادي الاهلي اسم كبير، والنادي الاهلي جماهيره كبيره، والنادي الاهلي اعضاء جمعيات العموميه ناس واعيه، فعارفين كويس قوي يعني ايه قيمه النادي الاهلي وازاي نحافظ على النادي الاهلي. اللي احنا شايفينه وبقول للناس ما تشغلوش بالكم بيه خالص، احنا عندنا هدف، ثلاث اهداف اساسيه احنا شغالين عليها. الهدف الاول بطوله افريقيا، وان شاء الله باذن الله فريق كره القدم واسعاد الجماهير المصريه والجمعيه العموميه. الهدف الثاني بطولات النشاط الرياضي، ونفس القصه برضو الحفاظ على الانتصارات والبطولات، لان هو ده برضو هدف النادي الاهلي. الهدف الثالث والاساسي اسعاد الجمعيه العموميه بتوفير كافه سبل الخدمات والمشروعات والتطويرات اللي انت شايفها على المستوى الداخلي. فربنا يعيننا وربنا يوفق المجلس اللي موجود، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله الجميع ان شاء الله. كلام محترم جدا من شخصيه محترمه جدا وعنوان جميل جدا، اسمه محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي. شكرا جدا يا فندم، ويعني كلام محترم جدا. اتعهدت مع حضراتكم ان احنا دايما نتكلم بما يرضي الله، ودايما بنحافظ على كل كلمه بتطلع من لساننا، خصوصا لما نكلم جماهير وجماهير وقاعده عريضه زي جمهور النادي الاهلي. عميد محمد مرجان، انا قلت في السياق الخبر اللي قدامي تحديدا ان طبعا لازم اقول ان من 2007 ل 2017 22 ملحوظه في الفتره دي. الخبر جاي لي كده. طبعا العميد محمد مرجان طلع، وكابتن محمد مرجان مدير تنفيذ النادي، قال احنا كلنا حاجه واحده، وده طبعا طبيعي. طول عمر النادي الاهلي حاجه واحده، الاهلي فوق الجميع فعلا، ايا كان المجالس اللي بتمسكه او ايا كان مجلس المتولي مسؤوليه رئاسه النادي الاهلي الفتره دي او الفتره اللي فاتت، بيتحمل اي حاجه قبل كده ومش عيب خالص. لكن لازم نوضح اللي بين السطور، ان المخالفات او الملاحظات اللي على النادي الاهلي 22 ملاحظه في 10 سنوات يعني حاجه لا تذكر. كمان اتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه ان احنا كلنا واحد، وحاجه جميله جدا. عشان كده بقول لكم هو ده النادي الاهلي، وهي دي الرجاله بتاعت النادي الاهلي. مفيش حد بيتحمل المسؤوليه يقول لك اصل دي مسؤوليتي، مفيش حد بينكر دور المجالس اللي فاتت. كلنا مهما كان ومهما حصل، كلنا في الاخر بنقول احنا كلنا مجلس اداره واحد، ايا كانت الحقائب الزمنيه اللي بيتولاها ايا من المجالس اللي تولوا رئاسه النادي الاهلي من ايام بقى يعني اول مجلس لاخر مجلس. مفيش حاجه اسمها حاجه مميزه او حاجه انا عندي استقلاليه بذاتي، لا، احنا كلنا واحد، مجلس اداره واحد النادي الاهلي لغايه لما ربنا ان شاء الله يعني يريد. لكن الاهم من كده الكلام اللي كنا بنسمعه بقى، اصل مش عارف مخالفات، اصل مش عارف ايه، الكلام قدام حضراتكم. ودلوقتي غير قبل كده، دلوقتي في سوشيال ميديا كتير جدا جدا، في وسائل اعلاميه كتيره جدا، في صحفيين كتير جدا. روحوا النادي الاهلي وشوفوا كم من الصحفيين الموجودين اللي عايزين يقولوا اي اخبار عن النادي الاهلي، كم المواقع الإخبارية، وكم يعني كتير جدا جدا. غير زمان، أنا بكلمكم عشان تعرفوا اللي احنا فيه. غير زمان، دلوقتي كل حاجة على الملأ، 22 مخالفة كل الناس عارفة، 22 ملاحظة كل الناس عارفة، بنطلع نتكلم عادي جدا، مفيش أي حاجة. الحمد لله والشكر لله، يعني كل الناس قادرة إنها تتكلم، وتتكلم كمان يعني وإيدها مليانة، مفيش حاجة أساسا أي حد
يفكر ان هو يخاف ان هو يقولها. كله على الملأ قدام حضراتكم، مفيش اي مشكله خالص. 22 ملاحظه في 10 سنوات، بكررها تاني، 22 ملاحظه في 10 سنوات. عشان كده بقول لكم دايما انتوا بتتابعوني على بتدخلوا لي عندي على الفيسبوك وتقولوا لي يا كابتن الحق اصل مش عارف مين بيقول، الحق اصل مش عارف مين بيقول. وانا دايما بقول لكم يا جماعه ما تروحوش ورا اي حد، مش اي حد يقول اي حاجه نروح نسمعه. قلت لكم قبل كده اللي تحسوا ان هو ما عندوش مصداقيه ابعدوا عنه خالص. يعني خلاص انتوا شفتوا وش بان جدا ان هو اتحرق مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ومليون، ليه نتفرج عليه تاني؟ ليه واحد مثلا مأجر ساعه بيطلع يتكلم؟ اصل النادي الاهلي، انا ما اطلع اتكلم عن النادي الاهلي لازم الناس هتسمعني، انا عارف انا بتكلم عن مين. فانا مأجر مثلا ساعه هوا ولا نص ساعه هوا ولا 10 دقائق هوا عشان اطلع اتكلم عن النادي الاهلي، ليه تسمعوهم؟ يعني ليه حتى تدوهم مودانكو ولا ليه؟ يعني حرام بصراحه حرام. فانتوا ما تروحوش، انتوا قيمه كبيره جدا، تعالوا اي حد وتوطوا اي حد في ثانيه. لو مش عارفين قيمتكم اعرفوها، قيمتكم كبيره جدا جدا، وانتوا شفتوا في ثانيه بتقلبوا الدنيا في ثانيه. فانتوا ما تروحوش تسمعوا اي حد، مش عايزين بقى نقعد نعيد ونزيد، اللي يتكلم يتكلم، حق اي حد يتكلم، لكن احنا ما نسمعوش. النادي الاهلي اكبر من اي حاجه، النادي الاهلي فوق اي حاجه، النادي الاهلي زي ما انتوا شفتوا محدش بينكر اي حاجه حصلت قبل كده، كلنا ايد واحده زي ما قال الكابتن محمد مرجان مدير التنفيذي النادي الاهلي. ده الخبر الاول اللي كنت بقوله لحضراتكم. وان شاء الله يعني بعد المران هنحاول نجيب زميلي محسن لملوم يحاول يجيب لنا حد من المران عشان نطمن على حاله اللاعبين. انتظام الدوليين في المران اليوم، انتظم لاعبو الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي او اللاعيبه الدوليون في مباراه في مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم الخميس. ان شاء الله نطمنكم بعد قليل. عارفين ان في لعيبه طبعا كانوا في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، هقوله لكم دلوقتي حالا. المنتخب الوطني الاول كان لعب مباراتين مع ايسواتني في تصفيات امم افريقيا المقرر اقامتها بالكاميرون 2019، في حين خاض المنتخب الاولمبي مباراتين وديتين امام نظيره الاماراتي. يضم المنتخب الاول كل من محمد الشناوي النجم الكبير وايمن اشرف، محمد هاني، مروان محسن، في حين يضم المنتخب الاولمبي كل من ناصر ماهر ومحمود الجزار وكريم ندفد واحمد حمدي واكرم توفيق. ان شاء الله يكون معاهم محمد شريف في القريب العاجل. يستعد الاهلي طبعا لمواجهه وفاق سطيف، المواجهه اللي كلنا بنستناها يوم 23 من اكتوبر الجاري. مش عايز افكركم بقى ان احنا كنا ممكن نجيب اهداف قد كده، لكن الحمد لله. يعني عايزين دايما نكون متشوقين لرؤيه النادي الاهلي وهو بيكون قد المسؤوليه في اي وقت وفي اي مكان، زي ما كلنا بنتفق وبنقول الاهلي دايما قد المسؤوليه. والنجم مروان محسن بيكتفي بالتدريبات البدنيه في مران الاهلي، جاب هدف جميل جدا في مباراه ايس واتيني. مروان كان راجع من اصابه، لعب وجاب هدف الحمد لله، بيكتفي بتدريبات حول الملعب. ايضا النجمان الكبيران محمد نجيب واجاييه بيواصلوا التاهل. محمد نجيب والنيجيري جونيور اجاييه ثنائي فريق الاهلي بيواصلوا تنفيذ البرنامج التاهيلي للتعافي من الاصابه، وذلك على هامش مران الفريق مساء الخميس. عارفين طبعا ان جونيور اجاييه كان جاله اصابه بالغه جدا جدا، قطع في الرباط الداخلي والصابونه اتحركت، كان فيلم كده، بس الحمد لله بداوا يتعافوا هو ونجيب. ان شاء الله محتاجين كل اللعيبه في الفتره المقبله. ايضا احمد علاء بيكتفي بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم. مدافع الفريق النجم احمد علاء اكتفى باداء تدريبات تاهيليه على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس بسبب الاصابه. ادى علاء تدريبات تاهيليه بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق، ويعاني مدافع الفريق من الاصابه بكدمه خلف الركبه تعرض لها في مران الفريق صباح الاحد الماضي. قلت لكم قبل كده وبكرر عليكم، مران الاهلي يا جماعه اللي عايز يشوفه تبقى مجزره في التمرين، كله عايز يقول انا موجود وعايز احجز مكاني في ال 11، مجزره لكن مجزره في الكوره بس، بس طبعا انتوا عارفين يعني ايه مجزره. خلاص المصطلحات الكرويه دلوقتي كلكم حفظتوها. عندنا كمان مصر بتستضيف تونس في برج العرب يوم 16 نوفمبر المقبل باذن الله. عارفين المباراه السابقه بين مصر وتونس انتهت بهدف لا شيء للمنتخب التونسي احرزه تاه ياسين الخنيسي، كان رمضان اللي قبل اللي فات. الاتحاد المصري لكره القدم حدد الساعة 6 مساء يوم 16 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة مصر وتونس ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة والمؤهلة نهائيات الأمم الأفريقية باستاد الجيش برج العرب إن شاء الله. تعرفين طبعا المنتخبين خلاص تأهلوا بعد مكسب مصر، وتونس طبعا كانت تأهلت، فخلاص الموضوع بالنسبة لهم تحصيل حاصل، تبقى مباراة للشو ولصدارة المجموعة فقط لا غير.
كمان 15 نوفمبر المقبل المنتخب الأولمبي يواجه تونس أيضا وديا. ده المنتخب الأولمبي هيلعب قبل المنتخبين الكبيرين بيوم، يوم 15 نوفمبر المقبل على هامش لقاء منتخب البلدين يوم 16 من الشهر نفسه ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية. المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب قد عاد إلى القاهرة أمس بعد خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي الإماراتي، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي فيما حقق فراعنة الأولمبي الفوز بهدف سجله طاهر محمد طاهر نجم المقاولين العرب. دي كانت أهم أخبارنا أو الأخبار المهمة. يعني خبر كمان، انتوا عارفين احنا بنحاول نتابع نجوم الأهلي في كل مكان، النجم محمد عبد العظيم عظيمة أكيد طبعا كلكم فاكرينه، تولى الإدارة الفنية أو مسؤولية الإدارة الفنية لنادي ظفار العماني والمتصدر حاليا للدوري العماني. كل التوفيق للنجم الأهلاوي عظيمة في مشواره القادم. دي كانت أهم الأخبار. نطلع فاصل عشان نستقبل بقى نجم أفكركم بيه، يعني نجم كان مكسر الدنيا في 2006 و2008، سجل 23 هدف في 32 مباراة، كان محل صراع كبير بين الأهلي والزمالك، ولكن طبعا انتوا عارفين اللعيب لما تيجي تخيره بيختار في الآخر الأهلي. أحمد حسن دروجبا يكون معانا بعد هذا الفاصل. لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. طبعا نورني وشرفني نجم كبير، نجم اهلاوي جميل جدا، كانت الدنيا اتقلبت عليه كده فتره الاهلي والزمالك، لكن هو طبعا اختار زي ما كل اللعيبه العقله تختار النادي الاهلي في الاخر. منورني وشرفني النجم احمد حسن والملقب باسم الشهره بتاعه دروجبا، نور الدنيا يعني. ربنا يخليك يا كابتن، وانا طبعا مبسوط ان انا قابلت حضرتك النهارده، وده شرف ليا ان انا اكون معاك وحضرتك، احنا كنا بنتعلم منك. ربنا يخليك. انا بقى اللي زعلان بقى ان انت بطلت بدري. الحمد لله يا كابتن، يعني برضو كان الظروف ما كانتش زي دلوقتي، يعني كانت برضو الاربع خمس الست سنين اللي فاتوا كمان كانت الدنيا ثورات وبتاع، فدي كانت مقلقه اللعيبه والانديه، فكانت الامور صعبه شويه، فانا اخذت قرار بقى ان انا هنتكلم معاك. يعني القرار خدته بناء على ايه؟ لكن لازم الاول، اول ما بيجي لي حد كده كان في الاهلي ومشي وساب الاهلي، لازم اساله السؤال اللي هو اول ما جالك الاهلي كان احساسك ايه، واول ما سبت الاهلي كان احساسك ايه؟ انا شخصيا بحب اعرف الفرق بين الاحساسين. لا طبعا يا كابتن، النادي الاهلي يعني شرف لاي حد، يعني انا مش عايز اوصف لك، يعني بعكس دلوقتي، يعني انا رحت الاهلي في 2007 بعد برضه عذاب، يعني انا 2006 بنافس على هداف دوري، وما كانش النادي الاهلي برضه في الوقت ده بيطلب اي حد، يعني كان حلم بالنسبه لي، حلم مش طبيعي يعني. فطبعا لما رحت تاني سنه بقى معايا مع المحله وكده، برضو كنت بنافس على هداف دوري وكده، فلما لقيت طبعا النادي الاهلي بيكلمني وان بنسبه كبيره ان انا اكون موجود معاهم وكده، فطبعا لا كان الموضوع كان صعب يعني. كان صعب يعني من الفرحه. اه طبعا صعب جدا، يعني مبسوط جدا وانت موجود في احسن نادي في افريقيا. انا لعبت قصاد النادي الاهلي وانا في الالومنيوم، وانا في النادي الاهلي، وانا في غزل المحله برضو. لا انا لما كنت بنزل العب كنت بقول امتى نفسي ابقى زي اللعيبه ديت، يعني كان عندك امل انت تروح نادي الاهلي في يوم من الايام؟ انا كان عندي طموح يا كابتن من ساعه ما بدات لعب الكوره، يعني انا كنت واخدها تحدي، وكنت حابب اطلع السلم واحده واحده زي ما بيقولوا يعني. فلا كان عندي طموح ان انا ابقى موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي. يعني انت احمد، تعالى اكلمك بقى شويه من القلب، قلبت الدنيا في ايام المحله، أو يعني كنت اعتقد كنت هداف الدوري، جايب كميه اهداف كبيره جدا. وبعدين الدنيا اتقلبت عليك، اهلي زمالك، دروجبا يروح فين، واخترت النادي الاهلي، جيت النادي الاهلي، بعد كده احمد حسن اختفى، ايه السبب؟ بص يا كابتن، انا يمكن انا لعبت في غزل المحله بقول لحضرتك موسمين، كنت بنافس في الموسمين على اهداف دوري. تمام. الموسم الاول ما فيش ولا اهلي ولا زمالك ولا اي حد يتكلم عليا خالص، لان بقول لحضرتك كانت الامور صعبه، ما كانش بيختار اي حد النادي الاهلي، يعني كان لما بيختار حد بيبقى مش واحد لاعب ماتشين ثلاثه ورا بعض كويس فالنادي الاهلي يجيبه، لا ده بيدور على واحد بيلعب موسم واثنين بشكل كويس فبيبدا يتعاقد معاه.
فانا لعبت الموسم الاولاني نافست على هداف دوري، خدت تاني هداف دوري بعد متعب وفلافيو، كانوا هم الاثنين متساويين في الاهداف. كان 16 5 كان 16 وانا 12 بالظبط. تاني موسم كان الكابتن علاء ابراهيم كان هو هداف الدوري، سجل 14 وانا برضو 12. بعد كده طبعا انتقلت للنادي الاهلي، والناس فاكره ان نادي الزمالك برضو يا كابتن، فاكرين نادي الزمالك فوضني والناس جات وبعتت فاكسات والكلام ده. فاكسات اتبعتت فعلا من نادي الزمالك بعد ما مضيت. بعد ما مضيت للنادي الاهلي، والنادي الاهلي في ثلاث ايام يا كابتن الموضوع كان خلصان. يعني كان عندي معسكر في المحله، كان مباراه دوري ممتاز قبل الموسم ما يخلص باربع ماتشات كده تقريبا. طبعا المسؤولون كلموني قالوا لي ثلاث ايام بالظبط. بعد ثلاث ايام لقيت الناس جايه المحله والامور بشكل طبعا، وده كان شرف ليا طبعا. برضو كلمني اللعيب وهو جاي النادي الاهلي يبقى كله طموح وكله اصرار وحقق حاجه كبيره جدا. تفتكر انت لما رحت الاهلي حققت حاجه كبيره جدا؟ خلاص انت قلت بقى انا دخلت النادي الاهلي فالدنيا هديت معاك شويه، ولا كنت بتحارب جوه الدنيا ما كانتش ماشيه كويس معاك في الاول؟ كنت الدنيا كويسه، الظروف كانت شكلها ايه؟ انت كان طموحك ايه ساعتها؟ كابتن حضرتك انا يمكن انا لعبت بعد حضرتك بموسم او اتنين في النادي الاهلي هنا يعني، فلا النادي الاهلي في الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها وبعد انا ما جيت كمان في 2000 من 2004 و5 او 2003 لحد 2008 و8 اخرهم، النادي الاهلي كان كميه فراوده كتيره جدا، كانت كميه فراوده وكميه مجموعه افضل مجموعه في تاريخ النادي الاهلي، كانت من افضل اللعيبه. دي حقيقه. فانا كنت بحسبها ان ده شرف ليا ان انا ابقى متواجد في وسط المجموعه ديت. يعني برضو يا كابتن انا ما همتش ولا حاجه، بس تعرف لما يبقى معاك واحد زي فلافيو كان فلافيو وعماد وبلال واسامه حسني واسامه حسني كان العجيزي لسه جاي، لا الوشي كان ماشي، كان العجيزي كان جاي معايا في السنه ديت، وكان ابو تريكه، كان تريكه بيلعب فيرويد ساعتها برده، كان ابو تريكه، وكان في حسين ياسر المحمدي كان جاي برده، وكان في كان مستر مانويل الجوزي حضرتك عارف بيلعب بواحد واثنين من تحت بالظبط، وكان دايما كل الشغل بيخلي الشغل كل الناس اللي جايه من تحت بالظبط. فاحنا خمس فراوده والخمسه يلعبوا منتخب مصر، وفي نفس الوقت اللي بيلعب عليك واحد فلافيو ده لعيب هايل جدا ومن الفراوده اللي ثابت علامه للنادي الاهلي. فلا انا مش موضوع حمدان، وفي برضو الظروف ما بتساعدش شويه. انا قعدت مباراه والثانيه والثالثه، انا لعبت 12 مباراه في النادي الاهلي. الناس فاكره ان انا قعدت كتير، لكن لا انا برضو انا شاركت ما بين اساسي وما بين احتياطي. كم سنه؟ انا لعبت موسم وبعدين طلبت ان انا امشي سنه. تمام. لان انا كابتن لعيب الكوره حضرتك عارف، لعيب الكوره لو قعد بيبطل وبتبطل بدري. انت رحت كام سنة؟ انا رحت 26 سنة. 26 رحت 26 سنة. وبعد كده طبعا انا خلي بالك النادي الاهلي، يمكن الكابتن الخطيب دلوقتي كان يعني هو دلوقتي رئيس النادي الاهلي، لكن لما كنت موجود كان موجود في مجلس الادارة، كان الكابتن تامر النحاس كلمني قال لي الكابتن الخطيب مش عايزك تمشي، فكر. لان انا ساعتها انا طلبت ان انا امشي، لان كانت الدنيا كانت صعبه شويه يا كابتن، كان اللعب برده كان هيبقى صعب، خصوصا ان كمان مستر مانويل جوزي مش شايف غير فلافيو رقم واحد، وهو بصراحه كان يعني هو فعلا كان رقم واحد فينا في الفتره ديت. فانا بدات يعني برده بدات انزل شويه، فحسيت ان انا مش هو ده اللي هي اللي يعني مش الربع ساعه ولا النص ساعه ولا ماتش، مش ده طموحك. مش هو اللي هيخليني ارجع تاني، لان انا كنت في منتخب مصر وانا غازل المحله بالظبط. انا شاركت مع المنتخب وخدت بطوله عربيه في 2007، كانت في بطوله في اسماعيليه، كانت بطوله وديه، وكنت منضم لمنتخب مصر سنتين. فكنت كمان مع مين؟ مع كان ميدو، كان محمد زيدان، كان عمرو زكي، كان متعب، وانا الخامس بتاعهم في المنتخب في اي مباراه في اي فانا كنت ماشي بشكل كويس مع غازل المحله، كنت بلعب باستمرار حلو وحش بلعب، لكن النادي الاهلي غير كده. النادي الاهلي عايز مستواك دايما تبقى فوق، وغير كده معاك حواليك ناس كتير عايزه تلعب كتير، وكلهم مميزين. سواء انت لعبت حد غيرك لعب، كله هيأدي بشكل كويس. فلا انا ما همتش ولا حاجه، لكن انا جيت في الاخر انت مش قصدي همت، انا قصدي ان انت لما تبقى في دماغك حلم معين وتحققه، خلاص انت بيجي لك حاجه كده ان انا حققت الحلم بتاعي، انا دخلت النادي الاهلي. لا خالص، انا حارب بقى تاني، ده عايزه بقى مرحله تانيه. حلم يا كابتن. انا بقول لحضرتك، هي لما بتتاخد درجات افضل، انا دلوقتي لعبت دوري ممتاز، نافست على هداف دوري، رحت منتخب مصر بالظبط، طيب اروح النادي الاهلي مستواي هيزيد اكتر، هسجل اهداف اكتر، هبقى فرصتي قريبه لمنتخب مصر اكتر، هشارك في منتخب مصر، هادي بشكل كويس، هبص للاحتراف،
فكله ده لو كنت راسم حياتي بالشكل ده. لكن انا لما لقيت برضو بغيب ماتش واتنين وشهر وسنه فانا حسيت ان انا برضو بعيد. حتى لما كنت بنزل الماتشات الوديه بحس يا كابتن انت عارف انت يعني احنا كفراوده منطقه ال 18 ديت بتبقى حافظها من غير ما تبص بالزبط. من غير بتبقى عارف بالزبط. انت واقف فين ظهرك الجون ورا ظهرك بتبقى عارف هتستلم ازاي الخصم ماسكك ففي حاجات انت بتبقى بتاخد بيها قرارات بناء على ان انت عايش المنطقه عايش الجو وعايش المكان اللي انت فيه فانا في الماتشات الوديه بحس ان انا غريب عن فبدات قلت لا انا كده الدنيا هيبقى شكلها مش كويس فقلت خلاص انا ممكن ربنا يكرمني وامشي اطلب ان انا امشي من النادي الاهلي لان كان في الفتره ديت كان في كذا نادي برده كان بيكلمني في الفتره ديت يمكن هم الناس اثرت برده عليا شويه هل انت هتيجي عندنا وهتلعب ومش عارف ايه اتحاد الشرطه اعطى كان في اتحاد الشرطه وكان في بتروجيت وكان في الجونه انت اخترت ايه تروحه انا رحت الشرطه وبعدين رحت الجونه بعد ما خدت القرار حسيت ندمت انا حسيت ان ندمت لحاجه واحده يمكن انا ما كانش في بيني وبين مستر مانويل جوزيه خلاف خالص انا اتعلمت منه كتير واي واحد لعب في النادي الاهلي اكيد اتعلم منه انا جيت في السنه اللي انا مشيت فيها مستر مانويل جوزيه مشي وفي فلافيو مشي انا بسالك السؤال ده عشان اقول لك انا تجربتي كانت عامله ازاي فالدنيا انا لما مشيت قلت يا نهار ابيض ايه ده بالظبط ازاي انا حتى ما كنتش اعرف ولا كان حد عارف ان لا فلافيو هيمشي اعترف ولا مستر مانويل جوزيه هيمشي يروح السعوديه كان جاله تقريبا فرقه في السعوديه تقريبا فقلت ده كان اللي كان بيلعب هاني العجيزي بدا ياخد فرصته لان هو الوحيد اللي قعد بالظبط اسامه حسني على مش عارف بالظبط بلال فقلت لا انا المفروض ان انا استعجلت وصعب تاني ان انا ارجع كنت سنك صغير كمان كنت لسه صغير انا كنت 27 سنه فلا كان في في في, في برضه يا كابتن معلش القدر ما تعرفش ايه اللي مخبيهولك يعني انا بقول لحضرتك انا عايز امشي لان الدنيا كانت صعبه وشايف فلافيوم خلاص ما حدش هيشيله من المكان ده ومستر مانويل جوزيه هو اللي بيحط التشكيل وهو اللي مقتنع برقم واحد واثنين وثلاثه فده قدر انا ما كنتش عارف ان بعد الموسم ما يخلص الناس دي هتمشي او مثلا هتبقى فرصتي كويسه فلا طبعا اكيد ندمت ان انت هو موضوع القدر يعني عشان ما حدش كنت بتكلم فيها امبارح مع اولادي القدر والاختيارات يعني احنا طول ما احنا بنختار هو ده مش قدر القدر بعد ما احنا بنختار بالظبط كده نصيبك حاجات يعني كتير عندك اسباب فبناء عليها بتختار انت كنت شايف ان الدنيا يعني وعسى ان تقرأوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو ربنا شايل لك حاجه ثانيه بقى هو ده القدر فعلا فانت اختياراتنا كانت ايه انت بنيتها ان انا لا مش هلعب دلوقتي لكن انت لو كنت شايف ان ممكن تحصل اي حاجه ممكن يجي لي فرصه انا لسه 26 سنه لكن طبعا بقول لك انا كان عندي 35 سنه وراح نادي الاهلي ولما حسيت ان انا بدات كويس والاصابه اخرتني شويه انا رحت قلت لمانويل جوزيه قال لي مثلا انا عايز امشي قال لي إيه انت عايز تمشي ده انا تحديت مصر كلها عشان اجيبك عشان موضوع السن واخد بالك ومشيت قلت له همشي خلاص فمشيت من النادي الاهلي بعد ما مشيت طبعا كنت اي اجازه بنزلها من اسكندريه كنت لازم اروح النادي اقعد اسلم على اللعيبه وبتاع فرحت والله العظيم يا احمد رحت لقيت كل الفراوده مصابين قال لي شفت قلت له انا ما اعرفش انا اصل انا بس انا بقى الفرق اللي بيني وبينك ان انا 35 سنه فانا لو قعدت خلاص انا عايز العب شويه كمان وخلاص لكن انت كان ممكن لكن طبعا انا خلي بالك برضو انا يمكن استعجلت برضو في حاجات ان انا جيت في نهايه الموسم عشان اخرج نفسي من النادي الاهلي بدات بقى ايه اتكاسل بالظبط عايزين بالزبط. مسافرين افريقيا اقول لهم لا انا مصاب انا مش قادر اسافر كان هو برضو كان ذكي جدا يقول لهم لا هيسافر انا عايزك تيجي تقعد على الدكه وانت مصاب كده مش هتلعب بس هتسافر معانا مفيش مشكله هتلبس اللبس عادي انت استسلمت انا استسلمت وكنت كمان عايز هم عارفين ان احمد لعيب كويس وعارفين ان هم جايبين هداف وعارفين ان هم جايبين لعيبه هيبقى مستقبل لمصر وللنادي الاهلي فحته ان انت تمشي بسهوله ديت لا اولا احنا دافعين فيكم مبلغ كبير رقم اتنين لا ما احنا برضو مش عايزين نسيبك تروح مثلا نادي الزمالك تروح للنادي اللي ينافسنا بالظبط فانا جيت في نهايه الموسم بدات بقى ايه اتكاسل لا لازم امشي بدات بقى اعمل مشاكل بدات ان انا لما اطلع بره ال 18 اقلب وشي
الحاجات دي برضو انا اتغبيت فيها فعلا يعني انا المفروض ما اعملش كده اصلا. ما ينفعش في النادي. لا انا عرفت الحاجات دي يا كابتن، انا دلوقتي مدرب فانا عرفت الحاجات ديت بعد ما بطلت انا بعد ما اشتغلت مدرب فقلت لا انا ازاي اسمح للاعب يعمل اللي انا كنت بعمله لا يبقى مستر مالو الجوزيه. وقابلته في ماتش على فكره كنا بنلعب وادي دجله وقابلته كان مع وائل رياض قابلته وقلت له على فكره مستر مانويل انا كل الكلام والخبرات واللي اتعلمته منك انا بنقله للاولاد. كنت لسه ماسك فرقه 12 13 سنه، الكلام ده السنه اللي قبل اللي فاتت. قلت له انا بنقل كل على قد انك زعلان مني انا بعتذر لك وانا على فكره انا كل اللي حضرتك كنت بتقوله في المحاضرات في التمرين انا بنقله للاولاد دلوقتي. بالظبط بالظبط. فاتبسط قال لي هتبقى مدرب كويس. بالظبط. تعرف المشكله في ايه؟ المشكله ان انت ما تبقاش شايف اللي جاي. طبعا دي حاجه بتاعت ربنا. المشكله ان انت تبقى عايش ان انا ما ينفعش دايما بتحس بالحاجه لما تكون انت في مكان المدرب. انا ما ينفعش حد لعيب عندي خصوصا مانويل جوزيه شخصيه جباره، هو كبير اللي نجعه شخصيته الجباره. ما ينفعش ان انا عندي لعيب يقلب وشه او لعيب اقول له حاجه يعمل لي فيها متمارد ولعيب يبقى زعلان ان انا مطلعه بره ال 18 او اللعيب انا زعلان ان هو قاعد احتياطي. انت تحسها لما تبقى مدرب بالزبط. زي ما اباطنا الله يرحمهم او يديهم طول العمر الموجودين طبعا كانوا يقولوا انت مش هتحس بالحاجه غير لما تبقى عندكم اولاد. صح، تحس بالمسؤوليه. بالزبط. انا يا كابتن وانا لاعب احنا كلاعيبه كل واحد بيفكر في نفسه. بالظبط. انما المدرب بيفكر في المجموعه. الناس مش فاهمه ديت. انا كله ده فهمته لما اشتغلت. بقول لحضرتك يعني تاني سنه ليا مجال التدريب لسه فبكتشف حاجات. لا ازاي ده احنا ايه اللي احنا كنا بنعمله ده. المدير الفني او المدرب او المساعد مدرب ايا كان في الجهاز لا بيفكر في المجموعه كلها. انا كلاعب بفكر في نفسي بس. تفتكر لازم يبقى في دكتور نفسي احمد في كل فريق؟ عشان يعني احمد حسن نجم جاي الدنيا كانت مقلوبه عليه وجي الاهلي قعد، هتلاقي صحفي مثلا بيكلمك انت قاعد ازاي ده انت كنت نجم. اللعب في دماغي هيبقى كتير. حد من صحابك في الاوضه انت لازم تلعب. فانت في الاول وفي الاخر انت انسان. سبب مشاني بقول لحضرتك وبرده ان كان انديه بتكلمني وفي مبالغ وحسبتها. طب انا هنا ما بلعبش، طب السنه الجايه هاخد كام في الاهلي، طب لا ناس عرض عليا. فهو برده فعلا اللعب في الودان ده لا صعب جدا. ان الانديه تكلم حد وان صحفي مثلا يهمدك او الحاجات دي مش مطلوبه. عشان كده الدوري، عشان كده المستوى العام بتاع منتخب مصر وكله ده ليه؟ عشان منتخب مصر. فده سبب ان مصر برضه يا كابتن منتخب مصر على قد ده كله برضه يعني احنا شفنا في كاس العالم. فده بيأثر على مستوى اللاعب المصري. فلا المفروض يبقى في تركيز. عشان كده في فرق كبير بيننا وبين الدوري الانجليزي، بين الدوري الاسباني، بين الدوري. عندهم حد بيكلمهم. عندهم لما بيشوفوا نموذج زي احمد حسن طلع بره السياق بيروح جايبه وقاعد معاه. لا انت وانت وانت بيحاول يصحح لك او يرجع لك التزام. هناك بيحب الالتزام والانضباط. احنا هنا ما عندناش حد لا ملتزم ولا منضبط. احنا ممكن ناخد قرار النهارده والصبح نرجع فيه. طب ما هو ده انفلات. انا لو انا رئيس قناه او مدرب او رئيس نادي قصدي سوري رئيس نادي او رئيس او مدير فني باخد قرار النهارده وبكره ارجع فيه سواء بقى لمدرب سواء لاي للاعب قصدي او لاي حد. طب ما انا كده اللعيبه اصلا عرفت ان انت بترجع في كلامك. بالظبط. فعادي انا ممكن اغلط وبعد كده اقول لك معلش بالطبطبه او بالاعتذار او بالظبط بتويته او مش عارف بفيديو اطلع اتكلم اعتذر لك او اعتذر للجمهور. فلا هناك الانضباط انضباط. وهناك كابتن حضرتك انت نجم كبير وانا كنت بتعلم منك طبعا وكنت بتفرج عليك. ربنا يخليك. فلا هناك الفرقه ما بتقفش على حد. العكس هنا. عشان كده هم ناجحين. هو احمد حسن دروجبا يعني من الشخصيات الجميله والبسيطه وانتوا شايفين الكلام طالع من قلبه بيتكلم كلام جميل جدا من القلب. لو رجع بيك الزمن انا همشي جنب الحيطه. همشي جنب الحيطه طبعا. لا بامان انا قلتها لنفسي. فكرت فيها قلت يا نهار ابيض شفت انا كنت في نعمه. بس برضه يا كابتن الجيل كله اتغير. يعني بص الجيل حضرتك والجيل اللي كان بعدك بسنه او اتنين وشوف معلش مع احترامي النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي دلوقتي على قد ده كله ما يطمنش. يعني الاداء لا النادي الاهلي عمره ما كان بيخسر من الاتحاد اربعه ولا كان بيدخل فيه جونين اصلا. انا لعبت ضد الاهلي قبل ما اروح الاهلي ولعبت ضد الاهلي بعد ما مشيت من الاهلي فعارف
الكواليس، وحضرتك اكيد يعني لما كنت تيجي تلعب الاهلي لو خدت بونت عادي ابقى فرحان ومبسوط، لو خسرت عادي، لو خسرت في اللائحه اصلا ما بتخصمش منك بالظبط، حتى لو على ملعبك. المدربين بيحطوا في اللوائح، اللوائح اللي بتتحط الكلام ده. انا لعبت في قبل ما اروح الاهلي، بقول لحضرتك كانت اللوائح بتتحط، خسرت اهلي او زمالك بالظبط رايح جاي ما فيش مشكله بالظبط بالظبط. واسماعيلي وانبي كان بيتحط بعد كده لما صعد برضه. بس انا عايز اقول لك يا احمد، انت بتقارن الفتره اللي احنا كنا فيها ونعرف فيها بالفتره دلوقتي. لا، الفتره دلوقتي اللعيب كمان فكره اختلف، المدرب فكره اختلف. انا ليه ما كسبش النادي الاهلي؟ اللعيب ليه ما كسبش النادي الاهلي؟ ما انا بقول الفكر نفسه اختلف، مش الاهلي اللي اتغير، الفكر المدربين التانيين او الانديه التانيه هي اللي اتغيرت. يعني ايام زمان كان يقول لك ايه، لا انا خسران الاهلي. دلوقتي تيجي تمضي عقد مع مثلا رئيس شركه او رئيس نادي يقول لك مفيش حاجه اسمها تخسر، تخسر النادي الاهلي ليه؟ فبدوله طموح يديه اللعيبه الاول، يقول لك انا عايزك. المدربين ايامينا كان يقول لك ايه، انا عايزك تنزل تعمل اداء مشرف قدام النادي الاهلي، طلع اللي جواه، ما نخسرش بنتيجه كبيره بالظبط. يعني حتى لو 2-0 يعني احنا اول حد كان جالنا بصراحه يعني كان امبي، لا انتوا اكسبوا العبوا. فالفكر اتغير طبعا، هو فكر اللعيب كمان اللي بيلعب النادي الاهلي يقول لك طب ما انا اروح النادي الاهلي وانا احسن من لعيب النادي الاهلي. فالفكر اتغير، بقت الموضوع صعب قوي على النادي الاهلي. يا كابتن معلش انا يمكن بختلف في حاجات بسيطه شويه. لا قول لي. ال 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 الوقت اللي احنا فيه دلوقتي يا كابتن، اللعيبه كلها زي بعض، في اهلي زي في سموحه زي في مقاولين زي في ترسانه زي في اي، في كل اللعيبه دلوقتي شبه بعض. لكن ما ننكرش يا كابتن ان الجيل بتاع حضرتك وجيل ابو تريكه وبركات وسيد معوض وحتى برضو في نادي الزمالك كابتن مدحت عبد الهادي كابتن حازم امام، الناس اللي كان في نجوم برضو، الجيل ده ما فيش، مش هيتعوض ولا هنا ولا هنا. فلا انا شايف ان دلوقتي برضو حته ان اللعيبه كلها بقت شبه بعض، مفيش فرق بين نادي كبير ونادي صغير. برضو حته ان الفلوس اللي بتدفع كتير، هو اللعيبه المميزه اللي في الدوري الممتاز كانت بتروح فين؟ يا اهلي بنسبه 80% او 70% و30% اهلي يا زمالك. دلوقتي الفلوس بتتحكم، دلوقتي اللعيبه الكويسه بقت بتروح للانديه اللي معاها فلوس. فعشان كده الاهلي والزمالك وممكن ام بشويه، فالانديه بدا مستواها يتقل. بس اللعيبه الاذكياء يا احمد، اللعيب في لعيبه مستقبله بالظبط بالظبط. الفلوس هتروح وتيجي. انت اديتني نموذج وانت بتتكلم بصراحه جدا، وطبعا انا بحترم جدا صراحتك دي لان انا زيك بالظبط، انا بقعد اتكلم من قلبي، مفيش حاجه بخاف منها. يعني انت قلت انا فكرت في الفلوس وفكرت السنه الجايه وفكرت انا، طب انا الاهلي اتكلمت كنموذج واقعي فعلا لما قلت لك لو الدنيا لفت بيك تاني، قلت لي لا همشي اقعد جنب سور نادي الاهلي. طبعا همشي جنب الاهلي. مستقبل بيغير حاجات كتير جدا، بيعوضك عن ماديات كبيره جدا جدا بس بطريقه غير مباشره. طبعا يا كابتن ده شهرتك في النادي الاهلي دي بملايين على فكره بالزبط. يعني ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي وكل اسبوع في التلفزيون او كل 3 4 ايام وجمهور مصر كله نسبه كام في الميه عارفينك. فلا دي مش ببلاش، دي بملايين كبيره. بس احنا حته برضه يا كابتن ان القدر في الاول وفي الاخر. انا معاك انت شفت اسباب معينه من وجهه نظرك ومشيت عليها، شفت ان ده احسن لك بالظبط. وغير كده ان الفلوس يا كابتن، الفلوس هتروح وتيجي، لكن مستقبلك، ما هو مستقبلك ده هو اللي هيجيب لك الفلوس بالظبط. ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي ده لو لعبت فيه لحد مثلا 33 سنه بالظبط، غير لما تروح تلعب مع احترامي في سموحه بالظبط. ممكن وانت في سموحه 30 سنه تمشي وتبطل كوره، وانت في الاهلي 30 سنه او 35 سنه تمشي من النادي الاهلي تروح تلعب 3 سنين ثم في نادي تاني. دي حقيقه. عشان كده الانديه الكبيره بتفرق في الحاجات دي. دي حقيقه. يعني لو قلت لك قسم حياتك لمحطات، اكتر محطه عمرك ما تنساها كانت ايه؟ بصراحه يمكن فتره بتاع غزل المحله كانت هي كان فيها ميزه بصراحه، يعني كان الافضل بالنسبه لي ان انا كنت بنافس على هداف دوري. بدات الناس تكتب عن احمد، بدا الناس تعرف احمد. غير كده كنت بشارك مع منتخب مصر في اي تجمع، تعرف مده سنتين بتروح منتخب مصر مع مين برضه، مجموعه قويه جدا بالظبط. فده حتى لو انا كنت بروح اقعد احتياطي لا انا كنت مبسوط. شايفها قاعد مبسوط منتخب مصر. انا انت عارف احمد يعني ميدو كان في توتنهام وانا كنت في منتخب مصر، زيدان كان في بروسيا دورتموند، كان عمرو زكي مكسر الدنيا معاكم في انبي، كان لسه ما راحش حتى الزمالك. فكانت لا كانت عماد متعب كان نجم، كان هداف مصر الاول بالظبط. فكانت الفتره دي بالنسبه لي يمكن
في غزل المحله ما تتنسيش يعني بصراحه. هم بيعرضوا لك اهداف اهو يعني، انت جبت اهداف كتير جدا وكانت اهداف جميله وصعبه كمان. انا في غزل المحله كابتن لعبت السنتين اللي في الاول جبت 24 جون. احنا قلنا، انا قلت فدي ساعدتني 2006 2008 24 جول في 32 ماتش. المحله كانت اهم ده في ماتش الزمالك. لو انت تدي نصيحه للعيبه، ده جون طبعا ده انا عمري ما انساه، نادي الزمالك. انا عارف فتح الله في الماتش ده قال لي يلا بعد الجون ده، قال لي على فكره انا عارف ان انت الاهلي هيكلمك بعد الجون ده. فتح الله عسل فتح الله. تفتكر او تدي نصيحه للعيبه، يعني انت كنت متالق في غزل المحله قوي وكنت عايش حياتك يعني نجم الفريق ونجم الفريق اللي بيروح المنتخب، تفتكر كان ممكن تستنى سنه كمان ولا انا جالي الاهلي لازم اروح؟ لا هو في الوقت ده كان لازم امشي بصراحه، كان لازم تمشي. بس انا لما رحت النادي الاهلي ما فكرتش بامانه يا كابتن يعني. انا معاك طبعا، انا ما فكرتش في ان انا ارفض. رقم اتنين يا كابتن، انا الفرصه بتيجي مره واحده. مش عارف هقدر اقدم الموسم ده تاني او الموسمين اللي فاتوا مع غزل المحله ولا لا. رقم ثلاثه يا كابتن، ما حطيتش في دماغي ان انا بامانه هقعد. انا رايح العب وقصه، انا رايح العب وانا بوصل في غزل المحله وبسجل اهداف، طبيعي ان انا في الاهلي هسجل، ما سجلش. لقيت الموضوع غير، لا الحياه في الاهلي غير مختلفه، حياه المتعه تختلف. النادي الاهلي في نادي المحله او في اي نادي لما بتبقى متالق والانديه كلها بتتكلم عليك انت بتبقى واحد في وسط مجموعه. في النادي الاهلي لما بتروح على بوتريكا وبركات واحمد حسن وفلاف معوض وبلال واسامه حسني، مفيش حد محدش بيتكلم عليه. لا اقعد ريح، هتبقى صعبه جدا. لازم تاكل في النجيله، فانت بالنسبه لهم اقل واحد. انا كده اقل واحد. فعلا دي حاجه الناس ديت انا كنت بتفرج عليها برده في التلفزيون. فجاه بقى معاها وغير كده ليهم رصيد في النادي الاهلي كلهم، سواء ما كان بلال بيلعب ما بيلعبش، لا هو ليه رصيد. نفس الكلام كان اسامه حسني. جميل. فلا كانت الدنيا صعبه طبعا. وانت بره النادي الاهلي وشايف عماد وشايف بلال وشايف لافيو جلبرتو وشوقي وحسام عاشور ايا كان بقى وحسن مصطفى والناس اللي كانت العتاوله بتوع الاهلي دول، لما بتدخل النادي الاهلي وشايفهم بقى انت خلاص انت معاهم في الاوضه وبتنزل التمرين عادي جدا، بتبقى انت حاسس ان انت يعني انا مع نجوم ولا الموضوع بالنسبه لك اصل دي خلي بالك بتعمل صدمه ساعات بتعمل صدمه؟ انا اللي ساعدني بامانه يا كابتن ان انا انضمامي لمنتخب مصر. انا بقول لحضرتك السنتين اللي في غزل المحله انا كنت مع النجوم ديت ونجوم تانية محترفين، ده الموضوع كان عادي بالنسبه لي. في المنتخب كانت صدمه كبيره جدا. مش هكدب عليك، بس انا برضو كنت بحاول ابعد عن الجو ده. كنت دايما اقول لنفسي انا في منتخب وهو في المنتخب، فلا ما اعملش فرق. انا كده بقيت زيه ما عشان برضو لكن غصب عنك من جواك في حته. في من جوايا طبعا. يعني لما ميدو كان ينده عليا باصي ولا زيدان ولا حد، لا بباصي شخصيتي دلوقتي مش هينفع. لكن في النادي الاهلي رحت بقى لان انا كنت بقابل بقى ابو تريكه وبركات ومتعب، فكنت كانت الامور بالنسبه لي عادي. فلا في المنتخب كانت الصدمه دي موجوده، لكن لما رحت النادي الاهلي كانت منتخب ساعدني شويه. مين اكثر واحد في الاهلي كان قريب لقلبك؟ بص هو في النادي اكثر واحد وكان في عاشور وكان في احمد صديق برضو. الاثنين دول بص الاثنين دول مع اي حد. عاشور وصديق وشديد وإينو مش ممكن. يبقى خلاص انا عرفت انت مشيت ليه. لا ده مربع الرعب. إينو عصابه. بس ما شاء الله دمهم خفيف جدا. مش طبيعيين بصراحه. الاهلي تحس ان هو دخلت بيتك. انا بامانه اندمجت في وسط. انا قبل ما ادخل النادي الاهلي في بعض يعني اربع لعيبه تقريبا كلموني وباركولي وانا لسه في المحله. كان ابو تريكه واحمد فتحي وكان كلمني برضو ابراهيم سعيد. كان بعيد عن الاهلي خالص لقيته بيكلمني مبروك وشد حيلك. كلمني امير عبد الحميد. فلا ولما دخلت هناك عارف انت بيدخلوك في وسطيهم خلاص انت واحد مننا في ثانيه بالظبط. انا حسيتها مع الحضري في منتخب مصر. هو حس ان انا مخدود مخطوف. يعني عارف يا كابتن انت اللي جاي من بني سوف وبتلعب في المحله ومره كده تلاقي نفسك مع كابتن حسن شحاته في انجلترا بالظبط بتلعب ماتش ضد جنوب افريقيا. الحضري قال لي يا احمد العب لعبك. قال لي ما تخافش العب لعبك. فلا طبعا هو كمان كان الحضري كان برضو في ضم النادي الاهلي فروح النادي الاهلي موجوده يعني. موجوده. هم بصراحه عندهم حته اول ما يجي لعيب يعني انا افتكر اول ما رحت النادي الاهلي
اول واحد طلع لي عماد متعب، قال لي على فكره ده انت المفروض ده مكانك، المفروض كنت تبقى معانا من زمان. الكلمه دي عمري ما هنساها له يعني. انت عارف طبعا. بقى انا رايح كان كمان لا متعب محترم من اللعيبه بصراحه، اللي كلهم بصراحه حاجه اللي منتخب مصر خسره في الفتره دي، اللي مش لاقيين عماد متعب في الفتره دي بامانه. قرار رجوعه انت شايفه ايه؟ يرجع تاني؟ لا هيبقى صعب. هو بالفعل متعب يعني خلاص متعب اسم يعني. كبير وقامه والناس بتحترمك فخلاص انت يعني مع احترامي حته ان انت برده ما كنتش بتشارك اخر سنتين دي هتاثر عليك جدا. انت بتلعب في نادي الاهلي غير لما هتروح تلعب في نادي تاني. في نادي الاهلي الناس بتشيل، لا هو جاي له، هو جاي له نادي بره مصر، هيبقى صعب يعني. تفاصيل ممكن نقول لك عليها التفاصيل، بس خليني اقول لك يا احمد الفرد محتاج ثقه من المدرب طبعا عشان احنا اتكلمنا على عماد متعب تحديدا، ولا محتاج ان هو كل شويه يقول انا موجود؟ لا هو انا يمكن بعد ما مشيت من الاهلي برضو رحت لعبت في الجونه كابتن انور سلامه من الناس اللي قدروا برضو يرجعوني وقدروا يحافظوا عليا وقدروا يدوني ثقه. كابتن انور سلامه في ماتش النادي الاهلي كان الجونه والنادي الاهلي اتعادلنا 1-1. مدرب كبير كابتن انور طبعا. اتعادلنا 1-1 الماتش ده انا مضيع 4-5 اهداف في الماتش ده كان في الجونه. بعد الماتش طبعا كان في استوديو تحليلي، كانت قناه واحده اللي شغاله ساعتها، وفي ناس قالت احمد هو اللي كان مشكل خطوره، وفي ناس قالت لا ده المفروض ان هو يتعاقب من اداره النادي، ضيع فوز غالي على نادي الجونه وبتاع. كابتن انور سلامه طلع في التلفزيون قال افضل لعيب في الماتش احمد حسن. انا عندي يعني انا خدتها منه الكلمه دي ودايما بقولها للعيبه برضه. قال لي يا احمد الفرود اللي بيوصل للجون بيبقى شغال كويس بالظبط بالظبط، طالما بتضيع وانت مهتم ده توفيق. لكن لو انت لاعبها بقى باستهتار بعدم اهتمام احاسبك عليها. طالما بتضيع وانت مهتم بالكره ده توفيق من عند ربنا. لا وكمان الفرود اللي بيروح مش اي فرود بيعرف يوصل للجون بالظبط. ما انا بقول لحضرتك كنا بنتكلم على ازارو، مش اي حد بيروح كتير زي ازارو يعني. في فراوده كتير جدا هو بيضيع بس عامل لك شكل بيروح وعامل لك شكل بالزبط. قدام يعني بالزبط. انت ضيع 4-5 تجوان وسجل هدف مثلا، ما هو الوحيد اللي عامل لك شكل. ما انت لو غيرته طب ما حدش بيوصل غيره اصلا. هي اللي اهداف توفيق. ما هو برضه لازم المدرب يفهم دي وما يستعجلش. والفرود لو 3 ماتشات مش اكتر ومش اقل، لو غاب عن التهديف 3 ماتشات بتبقى صعبه جدا، بيقعد يكلم في نفسه. بالظبط بالظبط بالظبط. قول لي من اهدافك اللي ما تنساهاش. بص يا كابتن انا كان نفسي اسجل برضه في النادي الاهلي يعني. انا لما بشوف يعني انا وانا قاعد في قناه النادي الاهلي دلوقتي قبل ما ادخل شايف اهداف وللجيل القديم والجيل الجديد، كان نفسي ابقى موجود في الفتره ديت. لما بيبقى في ماتش اهلي وزمالك وبيجيبوا الاهداف ببقى بقول كان نفسي اسجل اهداف تتعاد زي كده تبقى للتاريخ. فلا كون ان انت لبست فانت النادي الاهلي دي في حد ذاتها تاريخ. الحمد لان لله. احنا يعني كل اللعيبه حتى اللي بيروحوا ورا الفلوس دلوقتي نفسهم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. طبعا يا كابتن النادي الاهلي اسم كبير ونادي كبير وشرف لاي حد. دي حقيقه بجد وكل الناس عارفه. طبعا يا كابتن انت لابس فانيلا يعني تقيله جدا وعمالقه. انا يعني انا حسيت بنفسي مع احترامي لاي نادي حسيت بقيمتي يعني. وانت جوه النادي الاهلي كده بتحس ان انت فعلا لاعب كوره من كل حاجه. من اوضه اللبس بتحس فعلا ان انت عم حارس. من عم حارس. ايه رايك في عم حارس؟ عم حارس ده اطيب واحد شفته في حياتي. ربنا يديله طول العمر. يا رب كلهم بامانه كلهم ناس محترمه كلهم فريق كله تحس ان هو مفيش حاجه اسمها يعني. مش عايز اقول عمال بصراحه لان احنا عمال عندهم اخواتنا الكبار وروح جميله وصلاح وكل اللي مش عايزين ننسى حد بقى يعني انت فاكرهم صلاح كلهم بصراحه. صلاح فرغلي انا مسميه صلاح فرغلي عصير بقول لي جول جبته عمرك ما تنساه. انا مصمم في حارس. بص يا كابتن في جول هنا مع غزل المحله لو الناس تقدر تجيبه في النادي الاهلي. ده اللي وداني النادي الاهلي والله. حضر يبص على الماتش ده خلص 2-2 كان هنا في استاد القاهره وسجلت انا الهدف الاول. طبعا هو الهدف بدماغ ولا شو بدماغي تمام. الهدف ده عشان في الحضري فبالنسبه لي حاجه كبيره. انا سجلت طبعا في الكابتن نادر السيد برضو من هو الهدف يا كابتن
ممكن يبقى شكله حلو بس في حارس عادي يعني طبعًا. مش معروف طبعًا. لكن لما يبقى في حارس كبير برضه بتفرق طبعا. فلا في الكابتن والحضري كمان لما تجيب في جون ده في عز الحضري يعني عارف انت انا مش مستغرب ان الحضري يبص عليها بس في نادي الزمالك الجون اللي كان معروض من شويه ده برضه كان في كابتن عبد الواحد السيد جبت جونين في امبي كنا معرفش كان حضرتك موجود بقى ولا لا كابتن انور سلام محله وامبي لا ما كنتش انا موجود كسبنا 3-2 جبت انا هدفين كان كابتن نادر السيد اللي واقف فدي من الاهداف وكان في برضه محمد فتحي الناس اللي هي المعروفة يعني بعتز بالأهداف اللي أنا سجلتها فيهم. وأكتر ماتش كنت زعلان قوي اللي أنت ما جبتش فيه جوان؟ أي ماتش بطلع مش جايب فيه جوان ببقى متضايق جدا بصراحة حتى لو مكسر الدنيا. يعني عايز أقول لك عمال أجيب لك السؤال إزاي بس أنا أقول لك على طول حياتك اتغيرت أكيد فيما هو أحسن ولا فيما هو أسوأ؟ من ناحية إيه يا كابتن؟ كل حاجة. من ناحيه اللي انت كنت مخطط له. بص هو الطبيعه كابتن لعيب الكوره دي شغلته بعد الكوره يا بتكمل في مجال التدريب يا لا احمد حسن النجم اللي كان نجم والدنيا كلها عايزه احمد حسن لا انا مش هو ده اللي انا كنت مستني بامان ده السؤال بتاعي للي انا كنت فيه والطلعه اللي انا كنت بفضل الله الاول طبعا الزمايل اللي كانوا موجودين في المحله والجمهور وكل الناس كنت يعني انا بحسد ناس موجوده بامانه يعني انا مش بتكسف يعني في ناس في النادي الاهلي يعني قعدت سنه واثنين وثلاثه ولعبت وخدت فرص وانا ما خدتهاش يعني انا كنت شايف ان انا هبقى احسن من كده بكتير يعني ده كان قرارات غلط وتصرفات غلط من احمد حسن ولا كان ربنا عايز كده؟ بص يا كابتن هو في الاول وفي الاخر انا يعني انا برضو خلي بالك انا كنت دايما ادخل النادي اطلع باحترام ادخله باحترام واطلع منه باحترام سواء بقى النادي نادي تاني هيشتريني بمشي برضا الاداره نادي هيمشيني بمشي برضا برضه واخد بالك فانا عمري ما عملت مشاكل في اي نادي اكيد بس ممكن ان انا اقصر في حق نفسي لكن انا قصرت في حق نفسي يمكن اقول لحضرتك وانا في النادي الاهلي لما حسيت بقى ان انا لاعب في النادي الاهلي وبتاع وما بلعبش وفرصتي صعبه طب ما امشي بقى وخلاص انا هعمل ايه طيب ما انا عندي همشي كام 27 سنه هلعب لي سنه بره يمكن ارجع تاني انا حسبتها كده طب امتى برضو قعدت كده قلت مش انا المفروض ما بقاش هنا انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده بعد ما مشيت من الاهلي برضو كل حاجه بعد ما مشيت من الاهلي قلت انا المفروض كنت صبرت ما كنتش مشيت ولاعيب الكوره لازم يصبر وياما لعيبه قعدت كتير احتياطي سنه واتنين وبعد كده جه مدرب يمكن هو مقتنع بيا بس مش هينفع لاعيبك دلوقتي ما انا ممكن اكون مقتنع بيك بس مش دورك لسه دورك ما جاش بالظبط في حد فايق قوي قوي يعني لافيو كان ساعتها كان كل سنه بيجيب جول بالظبط متعب وراه يعني كتير بالظبط فهي دي بقى الواحد برضو كان عارف يا كابتن اللي هو ما فيش حد برضو بينصحك كله ده اللي بكلمك فيه او ده السؤال اللي هسأله لك مين اللي بتستعين بيه بعد ربنا انت تاخد رأيه او مين كان في الفترة دي ولا انت مشيت من دماغك بس لا انا مشيت من دماغي وانا بحب افكر لنفسي بأمانة يعني انا من الناس اللي ممكن اسمع كلام كل الناس واخد انا القرار ومش معنى كده ان انا مثلا مش كلام الناس مش عاجبني ولا حاجه انا ممكن اخد من ده حاجه كويسه وده حاجه كويسه وده حاجه كويسه وانا اكمل بقى البال بمشي انا باللي انا عايزه فانا كنت في الفتره دي بس ده صح ولا انت يبقى ليك حد واثق في رايه جدا بناء على حاجات قبل كده يعني انت مثلا عبد الحميد حسن جيت قلت لي يا ميدو انا في حاجه كذا كذا فقلت لك فلقيتها صح بعد كده في لقيتها صح فانا خلاص بقيت مرجعيه عندك ان انا بدي لك حق قرارات انا شايفها او ان انا عشتها ما كانش عندك الشخص ده لا هو بالظبط هو كل الفتره اللي انا كنت موجود فيها في النادي الاهلي كان اقرب الناس ليا مين في المحله طب المحله كابتن خالد عيد الكابتن فايز كابتن محمد فايز فكنت ممكن ارجع له شويه اتكلم لان الناس دي برضه انا طبعا اخواتي الكبار ناس كبيره ومدربين كبار طبعا فلما جيت هنا بقت الدنيا برضه هكلم مين طيب هكلم لاعب زي في الفرقه طب ما هو مش يفكر لنفسه الاول هيفكر لي انا فانا كنت حته الشخص دي كانت مش موجوده بامان هات لنا الجول كده برجاوي كده بتاع احمد حسن في الحضري كده عشان نفكر الناس بيه واحمد حسن بيقول لك جون جامد جدا الحضري بص لها كده شوف الاوفر على الحضري ما اتحركش فعلا بص على الحضري ما اتحركش فعلا يا جماعه ده هنداوي عارف مين على هنداوي
يا خبر هنداوي جه انبي لحضري ما مش هيلحق طبعا يتحرك اوف خلاص. بص البصه بتاعت الحضري عامله ازاي. لا ده كمان كان اليوم ده خلي بالك اللذينه ده جول عالمي جول عالمي. كنت اقول لحضرتك يا كابتن ان الماتش ده شادي محمد غير في الماتش ده معاك هانجر ده خنجر ده كان معاك عصابه زعيم عصابه زعيم عصابه. كنت بلعب ماتش ضده والله العظيم اول كوره كنت انا في بترو اسود وكان بقى الاهلي مكلمني وخايف على نفسي قوي وده لسه اول كوره ولقيت حد من ورا تاكلينج في انكر رجلي مش طبيعي طلعت قال لي ما هو بص انت تقعد بقى تعمل لي كده وتعمل لي كده. والكابتن قال لي لا حد من مجلس الاداره قال له لو طلعت ميدو ليك مكافاه عندي. بس فلافيو بقى طلعه في الماتش الثاني ماتش العوده فلافيو فتح دماغه عارف انت من اعماله من اعماله. وكان معاك محسن هنداوي كان لعيب جامد جدا ده برده من اللعيبه. عبد الشافي برده محسن هنداوي من اللعيبه في لعيبه كانت تزعل عليها مش انا اللي خلص كده او اللي انا نجوميتي والموهبه اللي ربنا اداها لي. احمد حسن الجول اللي جبته ده صعب جدا جدا انت حاطط انت تعرف ان كان مثلا بيمرن على الكور دي اكيد طبعا بالعكسيه لازم بالعكسية. في التمرين لو ما جبتهاش في العكسيه ما تحسبش جون لو جبتها في الماتش ما يقولكش برافو او ايوه صح فعلا. لو حطيتها وما جاتش جول يقول لك برافو يطلع يقول لك برافو صح. فانت حاطط جول نموذج اساسا حاجه كان صاروخ كابتن عماد النحاس وشادي كنت في وسطيهم الوقت ده شادي غير بسبب يعني قرار اعتزالك الكوره وانت لسه عندك 35 سنه دلوقتي وانت اعتزلت من كام سنه؟ انا اعتزلت 33 او 32. بص يا كابتن انا كنت مقتنع ولا كنت شايف ان الظروف بتقول خلاص؟ الظروف يا كابتن انا ما كنتش مقتنع وانا خلي بالك والله انا اقدر ارجع والعب انا الحمد لله بطلت من غير اصابه طبعا. انا معايا مدرب في فرقه 15 سنه 2003 بنزل معاهم التقسيمه واشتغل بدني ما طبعا لازم تعمل كده بالظبط. وخلي بالك في مدربين معايا والله بتقول لي انت ليه ما بتلعبش؟ يعني النهارده في مدرب قابلني وانا بعد ما خلصت تمرين انا خلصت وجيت على هنا على طول قال لي انت ازاي ما بتلعبش؟ وليه ما بتلعبش؟ انا بسالك هنا في مصر يا كابتن يقول لك ده احمد قعد سنه واتنين لا صعب انه يرجع طب ما تشوفه مثلا يا دي هنا في مصر الناس بوظت هنا الناس هنا تفكيرها عشان كده الكوره في مصر يا كابتن هتفضل طول عمرها كده عشان كده طول عمرها كده. منتخب مصر مش هيتقدم اكتر من كده. احنا لما دخلنا في البطولات العالميه في كاس العالم ظهرنا ازاي قدام الناس في الناحيه البدنيه في الثقافه بتاع المباريات الدوليه في الحدث الكبير اللي انا رايحه مش رايح بطوله وخلاص طبعا لا طبعا هذه الحاجات ديت احنا مش مجهزين لده. احنا ياما قلنا انا ياما قلت يا جماعه موضوع صعب جدا ولازم يا كابتن بعد مش ان احنا نوصل وخلاص لازم يا كابتن بعد اذنك الناس ما تبصش للمنتخبات اللي احنا بنكسبها في افريقيا. انا ما بعترفش باي نادي في افريقيا دلوقتي نادي افريقيا كلها بره اوت مفيش غير المغرب المنتخب اللي بحس انه فرقه كوره. افريقيا كلها بره محترفين ما هو محترفين وغير كده ده فرقه ما بتجيلك هنا بالظبط هو عايز يخلص ويمشي بالظبط في ناس ما بتجيش للمنتخب بالظبط زي كاس الامم كاميرون لما خدت كاس الامم ما لعبوا بالصف الثاني بالظبط في لعيبه ما جاتش كان بالزبط. في مستحقات وبتاع فلا احنا لو اللي ضعف برضو خلي بالك يعني انا بقول اللي هو منتخب مش ضعيف ولا حاجه لكن المشكله في ان الماتشات اللي بتلعبها ضعيفه سويسلاند مش عارف مين فرقة ضعيفة فمش هتديلك مش هتستفاد اي فرقة في مصر في الدوري المصري هتطلع تكسبها مش منتخب. انا دايما بخلي المدرب هو كل حاجة. انا عندي لو مدرب قوي جدا هيعمل منظومة كويسة جدا بس المدرب عشان تجيب مدرب قوي لازم اللي يختاره يبقى فاهم بيختار ايه فاهم ولازم يبقى اللي حواليه ولازم اللي بيختار اللي بيختاره المدير الفني لازم يبقى هو فاهم هو بيعمل ايه فالموضوع صعب موضوع لازم صعب مجموعه الواحد لوحده مش هينفع بالظبط هي منظومه كلها كله بيكمل بعضه كل واحد ليه دوره بيعمله بالظبط بالظبط. لو قلت لك كنت قاعد مع فريقك 2003 في المقاولين وقلت لك قول لهم نصايح انا ايه؟ قول لهم نصايح بناء على تجاربك الشخصيه. بص يا كابتن انا دايما بتكلم بما يرضي الله مع اللعيبه يعني اي معلومه لاي حد احب اتكلم دايما مع الفيرويد
بس الحمد لله برضو بقدر ادي تعليمات للباكرايت للديفندر يعني بعد المدير. نصايح من احمد حسن اللي هو الانسان اللي عاش وغلط في تجارب وكان ممكن يبقى يعني طبعا كل حاجه بتاعت ربنا انت احسن احنا احسن ناس كتير جدا جدا لكن كنا ممكن نبقى احسن لكن ربنا هو عايز كده بقى خلاص ده القدر اللي بنتكلم عليه لكن كان في اختيارات كنا ممكن نختارها احسن من كده. في لعيبه يا كابتن ممكن تيجي تقول يا كابتن انا لما بلعب ما بحبش اللي يزعق لي ممكن ما يهتمش قدام الجون مثلا ممكن لو مدرب زعق له ياخد جنبه ويزعل ويتضايق انا دايما نصايحي بقول لهم يا جماعه ما تشغلش بالك بان المدرب عايز يضايقك المدرب بيزعق لك عشان مصلحتك ثانيا ما تزعلش على مدرب وما تزعلش من مدرب تمام لان انت لسه ما اتعلمتش ولسه ما شفتش مدربين انت هتلاقي عمرك بص انت هتلاقي مدربين هيكرهوك في الكوره وهتلاقي المدرب اللي تفضل طول عمرك ما تنساهوش بالظبط وانت والايام هتبين لك الكلام ده فدي دايما الحاجات اللي انا بتكلم ما تاقلمش نفسك ان انا بحب المدرب ده عايزه هو اللي يمرني او انا اتاثرت ان مدرب جالي انت لسه بالقلم الرصاص طب في قطاع الناشئين في سؤال هسألك بس حاسس ان انا هورطك في اجابتك مش هسأله لك لا 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 انت نورتني وشرفتني يا احمد الوقت الوقت لا خلاص لا خلاص عافيك من السؤال ده اتشرفت فيك جدا وطبعا ده بيتك طبعا نورته في الاهلي وان شاء الله ربنا يعوضك في التدريب ان شاء الله لان انت كنت تستاهل حاجات اكتر من كده بكتير كنت نجم كبير جدا فعلا وانا كنت بحب اهدافك وبحب ستايلك طبعا اللعيب لاشول يعني حاجه جميله جدا فان شاء الله ربنا يعوضك في المجال التدريبي ان شاء الله يا كابتن وانا والله مبسوط جدا ومبسوط ان انا مع حضرتك وان انا شفتك وزي ما قلت لحضرتك يعني احنا كلنا كنا بنتعلم منك ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك انت بتشجع برشلونه ولا برشلونه طب ولابس يوفنتوس ليه بقى ما تلبس برشلونه انا ما بحبش نورت وشرفت ربنا يخليك يا كابتن ربنا يخليك كان معايا طبعا النجم الجميل جدا والطيب جدا قلبه ابيض قوي ان شاء الله ربنا يديله في التدريب اكتر ما اداله في الكوره بكتير كان يستاهل حاجات اكتر من كده بكتير لكن الحمد لله بقى قدر الله ومش قافاه هنطلع فاصل في الفاصل ده هنشوف فيه تقرير عن جمهور النادي الاهلي العظيم وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا الكريم الكابتن الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد خليكم معانا بشجع الاهلي لان لقيت اهلي وكلهم والناس كلها بتشجع الاهلي فكيان عظيم والناس كلها يعني هي عارفه مين الاهلي وقيمه الاهلي. احنا اتربينا على مبادئ الاهلي بان احنا بنحب الاهلي والاهلي دايما بيمشي على الحاجه الصح والغلط طبعا ما ينفعش يكون موجود جوه الاهلي. الاهلي بيجري في دم كل واحد وكل مصري. الاهلي يعني تاريخ من ايام صالح سليم لغايه وقتنا هذا. ده الاهلي كيان اساسا اتولدت لقيت الاهلي هو الاهلي مفيش غيره متعودين عليه يعني اهالينا كلهم بيشجعوه ده عظمته من قديم الازل بص لصالح سليم بص للناس القديمه هو في حاجه زي الاهلي لما واخد لما شجعت هتشجع مين هو الاهلي الاراده اللي في اللعيبه بتاعته مش عند اي حد تاني يعني اللعيبه بتلعب لحد اخر دقيقه دي مش موجوده في فريق تاني حب وخلاص حب وكيان يعني وان شاء الله الدوري الواحد والاربعين والبطوله التاسعه والبطوله العربيه معاهم ان شاء الله الجاي ده كله للاهلي ان شاء الله نادي ليه تاريخ ونادي نادي ليه مبادئ نادي عظيم يعني قيمه ومبدا ليا وعلمني حاجات كتير في حب النادي ان انا احبه وافضل دايما بشجعه اذا كان على الحلو على المره جمهورنا ده حمانا على الحلو من
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. منور الدنيا يا كابتن. نور كابتن. مساء الفل عليك. انت اللي منور يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. الوقت بتاعك حبيبي. عايز تتكلم في اي حاجه بقى نتكلم فيها، نتكلم طبعا. في العموم نتكلم عن المنتخب والماتشين اللي لعبوهم. يعني الماتشين ايسواتيني كسبنا الماتش الاول 4-1، الماتش الثاني 2-0. هنتكلم على الاهلي، هنتكلم عن قطاعات الناشئين. عايز اتكلم معاك تحديدا عن قطاعات الناشئين في مصر عموما، فعايز نبدا منين؟ اولا الحمد لله المنتخب الماتشين اللي عملهم الحقيقه اداء جيد جدا. هو بس اللعيب المصري الشوط الثاني لما بيطمن على النتيجه اللي بيتهاون شويه، ودي عاده نتمنى ان احنا نتخلص منها. الماتش بينتهي مع صفار الحكم. في اللعيب ولا في المدرب يا كابتن؟ لا والله اللعيبه خدوا على كده لما بيلاقوا الامور سهله وانهم كسبانين ومسددين مسجلين اكتر من جون، الامور عندهم بتبقى بيتهاون يعني بيتهاون شويه وبيبتدوا يلعبوا على قد الماتش يعني. المفروض القصه دي تنتهي ويبقى بنشوف الماتشات الاجنبيه دايما الاهداف بتبقى كتير قوي، وخمسه وسته حتى ويجيبوا تاني، عايزين يجيبوا تاني يجيبوا تاني، وبيبقى في التصميم على احراز الاهداف موجود لغايه اخر ثانيه مباراه. نتمنى ان الروح دي تبقى موجوده والتصميم ده يبقى موجوده في منتخب مصر، وخاصه ان النزالات القادمه واللقاءات القادمه هتبقى على مستوى اقوى شويه، سواء في نهائيات افريقيا او على مستوى الانديه في البطوله العربيه وفي البطوله الافريقيه بالنسبه للنوادي في الكونفدرالية. أتمنى أن كل النوادي اللي مشتركين في البتاع يبقى عندهم حتة التصميم على تسجيل أهداف حتى آخر ثانية من المباراة يعني. يا ريت يا ريت فعلا الدوريات الأوروبية حتى المنتخبات الكبيرة بنلاقيهم جابوا 4 و5 و6 وعايزين يجيبوا تاني. تحس النتيجة لو أنت جاي ومش مكتوب السكور هتحس النتيجة لسه 0-0 أو حتى مغلوبين كمان. لكن يا كابتن شكل المنتخب مش هنقول بقى اتغير مع جيري، لكن شكل المنتخب إيه اللي حصل فيه جديد، ولا الماتشات اللي بيلعبها سهلة؟ لا مش اللي بيلعبها سهلة، هو في تطور طبعا. المنتخب كان قبل كده مع مستر كوبا الحقيقة كانت الناحية الدفاعية هي الغالبة، هو مش عايز يتغلب بيلعب ناحية دفاعية ولا هجومية بس. لا هو لا معلش احنا يعني بندي الراجل حقه، هو الأول هو الأول مش عايز يتغلب، وبالتالي الشعور ده بيبقى على طول. اللعيبه مش اذكياء، بيعرفوا المدرب بيطلبوا منهم، وبالتالي بيلعبوا على قد المطالب الفنيه اللي هو بيطلبها. بس حضرتك يعني حضرتك طبعا قيمه كبيره جدا، عارف المدرب لما يطلب من لعيبته ان احنا ما نتغلبش بيتغلب؟ لا هو ما بيقولش. احساس. لا هو ما بيقولش، انما التشكيل اللي بيحطه والخطه اللي بيبني عليها المباراه هي اللي بتدي شعور للعيبه الراجل ده عايز يعمل ايه. لما مثلا بيلعب بكثافه عدديه في وسط الملعب او اتنين ديفندر او ثلاثه ديفندر في وسط الملعب، يبقى واضح ان هو مقفل نص الملعب، واذا كان بيقابل الخصم من نص ملعبه يبقى بيلعب بطريقه هجوميه، اذا كان هيقابل الخصم من نص ملعبه يبقى عايز يامن ويعتمد على الهجمات المضاده. يعني بيبان اللعيبه اذكياء، اللعيبه المصريين اذكياء، وبيقروا فكر المدرب من التشكيل بتاع المباراه ومن الخطه الموضوعه للمباراه. بالظبط، ومن تعليماته. فبتبان يعني. لا طبعا في تطور واضح في اداء المنتخب، الفكر بتاع المدرب الجديد ابتدى يوصل لهم، وابتدى نشوف المهاجمين بتاعتنا ونص الملعب بتاعتنا في نص ملعب الخصم وداخل خط 18، وابتدينا نسجل اهداف، ويعني جايبين 4 وجايبين 2، جميل يعني كويس. بتحفزهم انهم في اللقاءات القويه على نفس لو فضلوا على نفس المستوى ان شاء الله باذن الله هيبقى لينا دور في دوري افريقيا ان شاء الله، ونجتاز منها مراحل كويسه وان شاء الله باذن الله نكسبها يعني. المدرب ممكن يغير فريق في فتره قليله كده يا كابتن؟ لا هو مش فتره قليله، هو طبعا شاف اللعيبه كويس وجمع كويس وشاف احتياجاته في كل المراكز شافه. ولا كابتن هاني رمزي؟ وجرب طبعا هاني رمزي ليه دور، لانه عايش وفي المطبخ الكروي بقى له مده طويله، وفي الاتحاد وفي النادي الاهلي شايف الدنيا ماشيه ازاي، قدر يساعد بطريقه ايجابيه ان هو يمده بالعناصر اللي تساعدهم على انهم يعملوا تشكيل للمنتخب جيد. واظن الامور بقت
حاجات احسن دلوقتي، وما فيش برغم اهميه محمد صلاح جوه المنتخب الحقيقه، انما ان هو مش موجود في الماتش الاخراني، وابتدينا نسجل والضربات الثابته ابتدينا نسجل منها، ومروان رجع للتهديف تاني، ده خطوه جيده جدا ان شاء الله باذن الله للمرات القادمه ان شاء الله بوجود محمد صلاح ان شاء الله يبقى لينا شكل في الماتشات القادمه ان شاء الله. اكيد. انا كابتن هسالك سؤال، واحنا خلاص اخترنا بقى مدير فني خلاص، بس انا بسال في العموم امتى نكبر المدرب بتاعنا؟ يعني امتى نكبر حد مثلا زي هاني رمزي؟ مثلا نتكلم في العموم زي حسام حسن، المدربين اللي هم بيحتاجوا او لازم تقف جنبهم في ظهرهم تديهم فرصه يبقوا مدربين منتخب مصر، ليه لا؟ هو امتى نعمل كده؟ انا معاك في القصه دي جدا، وفي مدربين ابتدوا يظهروا على الساحه بيقدموا مستوى جيد جدا مع الفرق اللي بيقدموها. انت قلت اسمين كويسين قوي الحقيقه، حسام حسن بيقدم مستوى جيد مع النادي المصري طبعا، بالرغم النادي المصري ما كانش ليه وجود خالص على المستوى المحلي ولا وجود على مستوى الافريقي. المجموعه اللعيبه اللي موجوده كلهم يعني مش على مستوى من الشهره، مش معروفين كلهم، بالتالي عرف يعمل توليفه جيده، وبعدين عينه جيده جدا في الاختيار، ابتدى يجيب لعيبه من الدرجه الثانيه ومن النوادي اللي بيلعبوا في الدرجه الاولى، ابتدى يجيب لعيبه متميزه وظهروا بشكل جيد مع فرقهم. يعني طيب هنتكلم بالتفصيل كابتن بعد ما اخد المهندس شريف العريان سكرتير اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الخماسي الحديث. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا كابتن جيدو، واحنا كابتن عطاء نورنا في قناه الاهلي. الله يخليك الله يخليك، وعايز ابارك لك طبعا على الانجاز، اول مره ناخد مركز ثالث في العاب الصالات، حاجه جميله جدا، والف الف مبروك. الف مبروك. النهارده الحقيقه احنا كنا في المباراه، كانت مباراه رائعه يعني، وكمباك فظيع الحقيقه، رجوع من 3-0 هزيمه بفوز 5-4، الفريق كان اكثر من رائع الحقيقه. ده انا اول مره اعرف المعلومه دي بصراحه، يعني كمباك فعلا 3-0 دي نتيجه كبيره جدا، ان احنا نرجع ب 5-4 اعتقد ان حاجه جميله جدا فعلا. 5-4 وحضرتك بتلاعب الارجنتين في الارجنتين، واخر فرصه ليهم للميداليه بعد ما اتغلبوا من البرازيل في السيمي فاينل 3-2، فيعني ده كان مباراه جباره، كنا حوالي يمكن 10 مصريين في الاستاد، اكثر من 5000 متفرج، لا يعني كانت حاجه رائعه، جو رائع. طبعا طبعا، الف الف مبروك، ويا رب دايما كده مزيد من الانتصارات. يعني قول لي، كنتوا متوقعين ان احنا نحقق ميداليه في العاب الصالات يا باشمهندس، ولا كنت شايف الموضوع ازاي؟ اللجنه الاولمبيه المصريه كانت متوقعه على العاب الصالات المركز الرابع قبل السفر. الرابع رياضه طبعا. رياضه وارد انك انت ما تحققش المركز ده او تحقق احسن منه. اكيد. احنا كنا متخيلين ان تصنيف منتخبنا يطلع الثاني على المجموعه بعد الارجنتين، يقابل البرازيل في السيمي فاينل، ويبقى مركز صعب الحقيقه، ويطلع الرابع. الحمد لله ان هم طلعوا اول المجموعه، وللاسف خسروا من روسيا، كان ماتش صعب الحقيقه، انما شرفونا بالميداليه البرونزيه واول ميداليه اولمبيه لكره القدم في التاريخ. احنا كده هنطمع بقى في بطوله العالم اللي جايه في طوكيو ان شاء الله ان احنا نحقق مركز، انتوا طمعتونا كده. طبعا طوكيو مهم جدا ان احنا نعيش منتخب قوي غريب باداء جيد جدا، عشان ينافس حقيقه مش عشان يتاهل. اكيد. التصفيات التاهليه هتكون في مصر، فدي برضو حاجه تسهل المشوار علينا ان شاء الله في التاهل، انما احنا نفسنا طبعا نشوفهم موجودين وبينافسوا على الميداليات ان شاء الله. يعني حضرتك كنت حاضر حاله التحول من الهزيمه لل 5-4، ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انك ترجع بعد 3-0 اعتقد نتيجه كبيره جدا، انك ترجع بخمسه. والله يمكن الرهبه في الاول كانت واخده الولاد شويه، اول ما احرزوا اول هدف الحقيقه انطلقوا، يعني طلعوا روح المصريين الحقيقه. والمصري لما بتحطه في سيتويشن كده ان هو يعني الميداليه قريبه الحقيقه، بيطلع كل اللي عنده، كلهم كانوا ابطال الحقيقه، وحارس المرمى تحديدا كان موفق بشكل كبير جدا. يا رب دايما. بتحفزوهم يا باشمهندس بقى ولا ايه؟ قول لي. تحفيز المعنوي والمادي. لا يعني هم لا هم الحقيقه طبعا الجهاز اللي معاهم جهاز على اعلى مستوى بخلال الكابتن اسلام، والولاد ملتزمين جدا، والولاد هايلين الحقيقه، اكثر من هايلين الحقيقه، خلقا ومهاره وكل حاجه، ف النهارده الحمد لله. ان شاء الله لما ترجعوا ان شاء الله نستضيفكم هنا في القناه بقى، نعمل لكم احتفال يليق بالميداليه البرونزيه، حاجه جميله جدا. هترجعوا امتى ان شاء الله يا باشمهندس؟ في جزء من البعثة هيرجع النهارده، بعض الاداريين والمدربين، يوصل القاهره فجر يوم السبت،
والغالبيه العظمى من لاعبين ومدربين وإدارين ورئيس الباسة هيرجعوا ان شاء الله بكره، يسافروا بكره لان النهارده في حفل ختام الساعه 7 مساء بتوقيت الارجنتين، يوصلوا ان شاء الله يوم 21 القاهره ويوم الاحد الفجر ان شاء الله. تيجوا بالسلامه ان شاء الله. كم ميداليه كده مصريه يا باشمهندس؟ كده في الميداليات المختلفه في جدول الميداليات احرزنا 12 ميداليه، 2 ذهب و3 اسف 3 ذهب 2 فضه و7 برونز، وفي الزوجي او زوجي المختلط والفرق اللي هي ما بتكسبش في جدول الميداليات احرزنا 6 ميداليات. يا رب مزيد من الانتصارات وان شاء الله يعني تنورونا وتشرفونا هنا نحتفل بيكم، وان شاء الله في دوره الالعاب القادمه ان شاء الله نحقق مزيد من الميداليات، وان شاء الله اسم مصر ترفعوه على ايديكم. شكرا جدا مهندس شريف العريان سكرتير اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، شكرا جدا والف الف مبروك ليكو. انجاز يا كابتن. جميل، حاجه جميله الحقيقه. وبعدين 3-0-5-4 دي حلوه. لا حاجه حلوه. لا الحقيقه اللجنه الاولمبيه وال بيحققوا حاجات جميله جدا على جميع المستويات دلوقتي في جميع الالعاب اللي هي الالعاب اللي بنقول عليها العاب شهيده، سيبك من الخماسي يعني الالعاب الشهيده بالزبط. الحقيقه بيحققوا حاجات كويسه قوي ونتائج ممتازه، نتمنى ان شاء الله المكاسب تزيد والميداليات تزيد ان شاء الله يا رب. كنا بنتكلم عن المدرب المصري وامتى يبقى ليه فرصه وفرصه قويه، امتى نسنده، امتى نقف في ظهره، امتى نقول عندنا مدرب زي ما بنشوف الدول الاوروبيه. هو ده دور اتحاد الكوره. اوكي. دور اتحاد الكوره قوي جدا في القصه دي، هو لازم يساند ويساعد المدرب المصري، وخصوصا في مجموعه من المدربين متميزين جدا على الساحه، دي حقيقة. ظهروا في الدوري المحلي او اذا كانت انديتهم بتشترك في الكونفدراليه او في البطوله العربيه، في مدربين جيدين جدا على الساحه، مش عايز انسى حد منهم. هشام حسن الحقيقه بيقدم مستوى متميز جدا مع النادي المصري، طلعت يوسف الحقيقه بيقدم حاجه جميله مع كل الفرق اللي بيمسكها، مختار الحقيقه بقى يشيد بيه بيعمل نتائج جيده مع الانتاج، هاني رمزي وما زال هاني رمزي الحقيقه مستوى جيد جدا، وراجل لاعب محترف في المانيا مده طويله وعلى درايه كامله جدا بكل اللعيبه وبكل المستويات، وساعد المدرب اجير الحقيقه ان هو يقدم له مجموعه من اللعيبه متميزه جدا في الفتره الاخيره. ايهاب جلال ايهاب جلال ما شاء الله انت افتكرته، هو الحقيقه قدم مستوى جدا مع سواء مع المقاصه لما كان ماسكها والحقيقه مع امبي، والحقيقه قدم مستوى متميز وفكره عالي جدا، مش عايز انسى حد، في مجموعه جيده من المدربين متميزين. اتمنى الحقيقه ان احنا نساعد المدربين المصريين انهم يتبوأوا مناصب سواء في المنتخبات المصريه يعني. الاتحاد ليه دور، ومجلس اداره الاتحاد كلهم ما شاء الله على مستوى جيد من المعرفه والدرايه، هم المسؤولين انهم يساعدوا المدرب المصري ان هو يتبوأ المراكز ديت ويقفوا في ظهره ويساعدوه عشان واكيد هيحقق يعني. الكابتن جوهري لما مسك يعني هو اللي حقق لينا ودخلنا كاس العالم 98 ما حدش ينساها يعني. ف ليه لا ان المدربين اللي موجودين على الساحه دول ما نسندهمش ونعين حد منهم يعني. كنت متوقع يجي مدرب مصري يا كابتن؟ لا على طول كده؟ لا على طول، لان لا ليه؟ يعني مش عايز اقول خوف من اعضاء الاتحاد، هم بيحاولوا يقدموا للشعب المصري مستوى متميز، وبالتالي بيحاولوا يجيبوا مدربين على مستوى جيدين جدا وحققوا مستويات سواء على مستوى الانديه او المنتخبات اللي بيمسكوها، فبالتالي عشان برضه يقفوا جنب منتخب مصر ويقدر يحقق نتائج كويسه. قلقانين، وانا اتمنى ان القلق ده يضيع في الفترات القادمه ان شاء الله ويساندوا المدرب المصري. يا رب يعني. بس تفتكر ان ده الهدف، ان احنا عايزين نجيب مدرب قوي، ولا مش عايزين نجيب مدرب مصري عشان ما يقولوش اشمعنى ده واشمعنى ده؟ لا، مدرب قوي
يعني بصراحة. هم بيحاولوا الحقيقه ابو ريده بيحاول يشوف السيفيهات كلها ماشي. والحقيقه جاب مدرب الحقيقه جيد في الفتره اللي فاتت. المستوى ماشي. الفرق اللي بنلعبها عدالك عشان تحلل. لا مستوى الفرق اللي بنلعبها قليل والمستوى الفني قليل، انما ان شاء الله هيبان في الفتره القادمه لما نبتدي ندخل في المعترك بقى الافريقي والدول الافريقيه يعني هيبان بقى المستوى اللي بيقدمه يعني. طيب انا هسألك بعد ما اخد كريم المدرب المصري كفء انه يتولى المسؤوليه الفنيه لمنتخب مصر، لا بس اخد كريم احمد زميل العزيز. اهلا بيك كريم. كابتن ميدو برحب بيك، اهلا بيك في البدايه وتحياتي للكابتن ربيع عصامه طبعا. عامل ايه؟ اهلا بيك. كله تمام يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. طمني بقى على التدريب، بالتدريب اعتقد ان هو خلص من فتره، وعايزك تطمني بقى وتطمن جميع النادي الاهلي عن اللعيبه المنتخب الاول المنتخب الاولمبي، التمرين كان ماشي ازاي؟ طمنا بصفه عامه كده بشكل عام. يمكن حاله من التركيز الكبيره جدا على كابتن ميدو فرضها الجهاز الفني بمستر باتريك كارتيروني كابتن محمد يوسف. التقاط الانفاس كان 24 ساعه فقط راحه بعد المباراه الجيده والمباراه الوديه الاهلي والمصريه للاتصالات. بلغه الكوره كابتن محمد يوسف قال استفدنا بشكل كبير جدا فنيا من هذه المباراه، واكد على العائلين من الاصابه، ويمكن كان عايز يشوفهم بشكل كبير، يشوف في اي لعيبه هتشتكي من اي حاجه بالنسبه طبعا للاصابات او كده، لكن الحمد لله كانت جرعه تدريبيه قويه بالنسبه للنادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه، لكن الاستفادات كانت كبيره جدا بالنسبه للمباراه الماضيه. استأنف النادي الاهلي النهارده تدريبه الساعه 4 عصرا. النهارده كانت التدريب كله يتلخص في معدلات اللياقه البدنيه. مستر مايكل زمان النهارده وضع سته يمكن 50 دقيقه النهارده كانت احمال بدنيه تدريبات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن كل لعيبه المنتخب سواء لعيبه المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول طبعا العائدين من المباراه الاخيره لم يشاركوا في التدريبات البدنيه. كانت جرعه تدريبيه بسيطه جدا، بعض الاطلاق، بعض الجري في الملعب، بعض حاجات في الجيم كده بسيطه نظرا طبعا للمجهود، لكن زي ما بنقول في حاله من التركيز كبيره جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في اصرار كبير ان شاء الله باذن الله ان احنا مباراه العوده مباراه وفاق التوفيق باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. عايز اكد لك كمان على المصابين، يمكن عندنا بعض اللعيبه مصابه عادت، لكن لسه في بعض اللعيبه كمان في المراحل النهائيه باذن الله، ولسه في لعيبه عندها يمكن فتره شويه. علم النهارده يمكن محمد نجيب شفناه في بعض تدريبات الكره مع اخصائي التاهيل لطارق عبد العزيز، يمكن محمد نجيب في المراحل المتقدمه من ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه في خلال ال 10 ايام باذن الله، يحاول ان هو ينزل واحده واحده كده واجزاء بسيطه من التدريب الجماعي. احمد علاء كمان كان اشتكى من كدمه خلف الركبه، طبيب النادي الاهلي خالد محمود اكد ان هو هيكون في خلال اسبوع يعود للتدريبات الجماعيه من جديد. النهارده كان يمكن بتواجد خارج التدريبات الجماعيه، يمكن لف حوالين الملعب، دخل في الجيم، حاجات بسيطه جدا، لكن زي ما بقول لك الامور ان شاء الله كلها مهيئه للنادي الاهلي ان شاء الله تكون المباراه نصيب النادي الاهلي مباراه وفاق التوفيق الجزائري اللي هتكون باذن الله يوم 23 على ملعب 8 مايو. يا رب. يعني كل لعيبه الحمد لله النهارده، يعني من كلامك الجرعه البدنيه كانت اكتر من الجرعه الفنيه. بالظبط، النهارده كان الحمل التدريبي كان يمكن مرتفع شويه، يمكن كانت النهارده بعض الاحمال، بعض الكنترول على الكوره، المربعات كلها كانت عباره عن 60 دقيقه فقط. النهارده ما شفناش تدريبات كوره خالص بالنسبه لمستر باتريك كارتيرون. غدا اكيد هيكون التدريب الساعه 9 صباحا، هيتغير شويه الميعاد بالنسبه ليوم الجمعه ويوم السبت، التدريب هيكون في الساعه 9 صباحا. اكيد بكره باذن الله يكون في جرعه تدريبات الكوره بقى، لان يمكن خلاص بالنسبه لتدريبات اللياقه البدنيه النهارده كانت كافيه جدا للنادي الاهلي على ان يستعد كمان النادي الاهلي يوم السبت الساعه 9 صباحا، ويوم الاحد ان شاء الله يكون النادي الاهلي متواجد في الجزائر في الساعه 9 صباحا. هتنطلق طبيعه النادي الاهلي متوجهه الى الجزائر، وان شاء الله يعني ربنا مع كل اللعيبه ومع الجهاز الفني يا كابتن بيت. اكيد انا مش عارف يا كريم، حاسس ان انا يعني اسبوع كده والاقيك مدير فني في مكان كده. حبيبي يا كابتن ميدو ربنا يخليك. كريم احمد شكرا ليك، طمنتنا على فريقنا واكيد طمنت كل الجماهير الاهلاويه اللي دايما بتحب تطمن على الفريق اول باول. كريم كان معانا قبل ما اظهر مع حضراتكم، وجبت لكم تاني علشان تطمنوا على كل صغيره وكبيره بتحصل في التمرين. سؤال الكابتن ابراهيم كان قبل ما ياخد كريم المدرب المصري كفء ان هو يتولى مسؤوليه المدير الفني للمنتخب الاول ولا لسه؟ لا كفء الحقيقه، كلهم يعني اغلب المدربين واخدين دراسات تدريبيه على مستوى عالي جدا، ووصلوا كلهم لايه يعني خبرات كبيره جدا في تدريب الفرق الاولى في كل النوادي اللي مسكوها. الخمس ست مدربين اللي انا قلت لك اساميهم دول الحقيقه بيقدموا مستوى متميز في كل الفرق اللي بيمسكوها. هو بس الاتحاد الان بس
يعني الان ان هو مثلا لا لا ما ليش علاقه بالاتحاد، انا بسال حضرتك لا يحط حد لا يحط حد منهم بس انما انما انا اتمنى ان القلق لغايه امتى كابتن؟ انا اتمنى ان القلق ده يتشال بالزبط. يعني اتمنى ان القلق يتشال وان احنا نساعد المدرب المصري الكفء اللي بيقدم مستوى جيد ونسنده ونسنده زي ما بنساند المدرب الاجنبي وبنحقق له كل المطالب كل بتاعته سواء الماتشات الوديه المعسكرات اللقاءات كل حاجه بنحققها له. فنتمنى في ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه ان شاء الله بعد الدوري الافريقيه يبقى الاتجاه ان احنا نساند ولادنا المدربين المصريين المتميزين في نواديهم اللي بيقدموا مستوى متميز ونقف وراهم ونحقق لهم مطالبهم ونساندهم وان شاء الله باذن الله هيحققوا لنا نتائج جيده يا رب يا رب. تفتكر اجيري مقدم خطه يعني مقدم خطه طويله المدى قصيره المدى ولا هو جاي يشتغل؟ متهيألي الاتحاد لما بيتفق على 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 بطولات او نهايه بطولات بطوله افريقيه او كاس عالم. طب ايه الصح من وجهه نظرك يا كابتن؟ لا بشروط يعني يتفق على بطوله وبيتفق على على نهايه البطوله العقد ينتهي مثلا كده زي ما كان متفق مع كوبا ان انت لو كذا كذا كاس عالم لو ما حققتش حاجه يبقى بيبقى خلاص التعاقد منتهي يعني. ده مطلوب انما لازم يبقى فيه شروط في العقد ان انت لو ما قدمتش مستوى متميز سواء على الدوري الافريقيه او الاستعداد لكاس العالم او حققت نتائج يبقى لازم نشوف حد بدالك. ما يبقاش العقد واقف ان احنا لا بنهايه كاس العالم لو ما دخلناش كاس عالم يبقى انت مش معانا. لا في الوسط لازم يبقى فيه وقفات يعني لازم في العقد يبقى فيه وقفات لو ما حسيناش انه بيقدم مستوى متميز وان في تطور لمستوى اللعيبه وفي اداء اللعيبه سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي او التاكتكس لو ما حسيناش بدي يبقى لازم في وقفه من الاتحاد ويبقى لازم الاتحاد ليه دور في الحته دي. ما انا مش هسيب حضرتك بقى، انا بصدق بصراحه ان انا هبقى معاك كده في مقابله لازم بقى يعني اسالك على كل ما هو كبير وصغير. انا كاتحاد او انا كمسؤول المطلوب مني ان انا لما اتعاقد مع مدير فني يعني مثلا هيكتور كوبر مش هروح لبعيد، هو دخلنا افريقيا وما خدناش البطوله، شايف ان ده كان انجاز؟ همشي معاك واحده واحده. لا اوكي. ودانا كاس عالم وطلعنا بمستوى كلنا زعلنا ان احنا رحنا كاس العالم اساسا، هل ده انجاز؟ هو المشكله ان هم دخلوا في دماغ الشعب المصري كله ان احنا الهدف ان احنا نوصل لكاس العالم. اوكي. لازم يبقى الرغبه اكبر من كده، لازم بالزبط. الطموح يبقى اكتر من كده ان انت توصل لادوار اخرى في كاس العالم. بالزبط. ما يبقاش طموحنا ان انت توصل بطوله افريقيا. لا انت مصر ده من اكبر البلاد في افريقيا ومن من 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 اكثرهم حصول على بطولات في افريقيا. بالزبط. فيبقى الطموح ما يبقاش ان انت توصل ببطوله افريقيا، الطموح ان انت لازم تاخد بطوله افريقيا. الطموح ما يبقاش ان انت تدخل كاس عالم بس، لا الطموح ان انت لازم تدخل ادوار متقدمه في كاس العالم. ده هو المفروض يبقى موجود في عند مجلس اداره الاتحاد ويبقى يجبروا المدرب او المدير الفني اللي موجود على الاتجاه ده. بالظبط، ان هو يعمل فرقه تبقى عندها البطوله، يبقى يعني حته الثقه ان انت تاخد البطوله لازم يبقى موجود عند المدير الفني اللي جاي، بحيث الشعور ده لازم يدخله جوه اللعيبه. بالزبط. ويبقى اللعيبه جايين عارفين ان في هدف. بالزبط. مش هم جايين يوصلوا بطولة افريقيا وبعدين يتغلبوا ويطلعوا الثاني يطلعوا الثالث، لا مش هو ده الهدف. زينا احنا في النادي الاهلي يعني مش عايز النادي الاهلي على مستوى الناشئين والكبار البطوله هي الاساس. لما بتاخد مركز ثاني انت مالكش مكافاه، بعكس بعض الانديه الثانيه بيحسبوا النادي الاهلي الاول، لما بتاخد ثاني بيعتبروا ان المركز الثاني ده الاول بالنسبه له. ازاي النادي لازم يعني مش عايز اقول يقلدوا النادي الاهلي، بس النادي الاهلي الاول بس. انت بالاول وبيدي المكافئات لما بتاخد الاول، فالشعور ده احنا بنخلقه في ادمغه اللعيبه من صغرهم. فيبقى الهدف ان انت بتحقق بطوله. لو القصه دي مشيت مع منتخبات مصر مع المدير الفني اللي بيجي، متهيألي ان احنا برضو هندخل الشعور ده جوه اللعيب، وهيبقى الاداء الفني والتكتيكي جوه الملعب عشان يحققوا الهدف.
بالظبط متهيألي هيبقى احسن. اكيد طبعا يعني احنا لو قلنا نلتمس لاتحاد الكره العذر فيما هو سابق، عايزين بقى فيما هو جاي يكون احسن من كده. يعني هنقول ان احنا ما كناش بقى لنا فتره كبيره جدا ما وصلناش كاس عالم، وكان الناس كلها كان نفسها نوصل كاس عالم، ولما وصلنا لكاس العالم زادت طموحاتنا ان احنا نحقق مثلا او نعمل مباريات تليق باسم مصر. لكن خلاص ماشي، احنا كنا نفسنا نوصل ووصلنا. ايه المفروض اللي يحصل بعد كده؟ الحقيقه برضو دلوقتي يعني عايز اضيف نقطه. الاول ما كانش عندنا مجموعه اللعيبه المحترفين في 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 جميع الانديه الاوروبيه، ما كانش عندنا الكم ده من اللعيبه المحترفه بره. دلوقتي عندنا كم كبير، حوالي 13 14 لعيبه محترفين في جميع انديه في تركيا وفي اوروبا وفي في 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 انجلترا وفي يعني 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 وبيقدموا مستوى متميز جدا مع فرقهم، والمدير الفني متابعهم، وطبعا المستوى اللياقه البدنيه التدريبات عندهم برضو غير عندنا. يعني في صبح وبعد الظهر وفي بيتمرنوا على الحاجات الثابته، ويعني هو بيشتغل في النادي بيبقى موجود من الصبح وبعد الظهر. ما فيش حاجه اسمها تمرين واحد بس في اليوم وبتاع زي عندنا في مصر، لا ده تمرين صبح وبعدين بيتغدوا وبعدين في تمرين بعد الظهر وفي حاجات ثابته وفي حاجات تخصصيه وفي حاجات. فالمستوى بيزيد، اللعيبه المحترفه بره مستواهم بيزيد، وبالتالي لما يكون عندنا كم من اللعيبه المحترفه ده بره وبنستعين بيهم في الماتشات بتاعتنا الدوليه، لازم نقدم مستوى متميز، ولازم يبقى طموحنا يفوق طموحنا ان احنا ندخل بس بطوله افريقيا وما ناخدهاش، يبقى طموحنا ان احنا ندخل كاس عالم وما ناخدش ما نحققش فيها ادوار متقدمه. لا، لازم الطموح يبقى سقف الطموحات يبقى اعلى من كده، ولازم يبقى ندخل في يعني واحنا بنتفق مع المدير الفني نقول له سقف طموحاتنا غير، يعني مش انت عايزين توصلنا بطوله افريقيا بس او توصلنا لكاس العالم بس، لا احنا عايزين ناخد اولا بطوله افريقيا ولازم ندخل لادوار متقدمه في كاس العالم، مش هنفضل محلك صغير طول الوقت يعني. بالظبط بالظبط. بالرغم من ان دور مدير المنتخب الوطني او المدير الفني المنتخب الوطني بتجمعات قليله، اللعيب بيبقى جاي له اساسا شارب الخطط اللي بيديها له المدرب بتاعه، برضه شايف نقطه الربط فين يا كابتن؟ نقطه الربط بين المدير الفني المنتخب والمدربين التانيين واللعيبه، هيستوعبوا فكر مين؟ هل هيستوعبوا فكر مدرب في 3 4 ايام تجمع؟ برضه مساله برضه لازم نتكلم فيها. هو نتكلم فيها في ايه؟ ان احنا اولا عدد الفرق المشتركين في القسم الاول انا شايف انه كتير. لو العدد الفرق ده قل المستوى هيبقى اعلى من كده، لان ما ننكرش ان في فرق ضعيفه في الدوري الممتاز. بالظبط. فبالتالي الوقت ضيق جدا على مدرب المنتخب انه يعمل تجمع، لان بالزبط. الفترات احنا برغم ان احنا بنعمل كل 3 4 ايام ماتش دلوقتي، انما مفيش فترات كافيه لسه، برضه بنأجل ماتشات، انما مفيش فترات كافيه لاعداد المنتخب اعداد جيد بحيث يبقى جدير بالمنافسه على البطولات الافريقيه او يستوعب فكر المدرب، او يستوعب. لازم يبقى في معسكرات طويله، ولقاءات اللقاءات الدوليه تبقى على مستوى جيد، ولازم اللقاءات الدوليه تحدد من وقت كتير من وقت قبل، زي اوروبا. اوروبا بيتفقوا على ماتشات محدده في التجمع ده هيبقى في الماتش الفلاني، قبلها بشهرين ثلاثه بيبقى عارف ان الماتش الفلاني كذا والماتش الفلاني كذا والماتش الفلاني كذا. احنا بنبقى تجربتنا في اليوم، يعني ده احنا عندنا تجمع الحق في التجمع الدولي بالزبط. نعمل ماتش مع الفرق كلها القويه اللي احنا عايزين نقابلها مرتبطه، وبالتالي يعني بنقابل فرق ما بتحسنش مستوانا الفني يعني. فاتمنى ان عدد الفرق في الدوري الممتاز تبقى اقل عشان يبقى في فترات، لان احنا بنعمل دوري عام ليه؟ عشان نعمل منتخب جيد، يبقى لازم نديله وندي للمدير الفني الفتره الكافيه للتجمعات عشان فكره يوصل لهم، ويقدر يعمل في التجمعات دي يقدر يعمل لقاءات على مستوى جيد، بحيث الاحتكاك الجيد بي 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 بيقدم المستوى وبيطور المستوى وبيزيد من مستوانا، وبالتالي في اللقاءات الدوليه سواء في افريقيا او كاس العالم نقدر سقف طموحاتنا يزيد ونقدر نحقق اهدافنا بطريقه جيده يعني. تمام. هو في ناس كتير طبعا هتستغرب انا ليه مركز على المنتخب وليه مركز على المدرب الوطني ومركز مش عارف ايه، وطبعا الموضوع ده مش وقته، لكن انا شايف ان هو وقته ان احنا دايما نتكلم بدري او نتوقع الاحداث بدري، او كمان يبقى عندنا رؤيه في للي جاي. يعني دايما المدرب اللي نجح مع المنتخب المصري الوطني كابتن جوهري كابتن حسن شحاته. ايوه حضرتك عارف السؤال اللي هساله لك. ما هو كويس ان انت جبت الامثله دي، ده انت المدرب الوطني
هو اللي بيبقى عارف حاله اللعيب المصري، حتى حافظ لعيبتنا المحترفين، بيعرف يعملهم ازاي، بيعرف يدخل لهم ازاي، بيعرف يحفزهم ازاي. انت جبت الكلمه المعامله، اللعيب المصري ليه معامله خاصه، اللعيب الاجنبي ما بيبقى المدرب الاجنبي اسف يعني بيبقى التعامل معاهم بطريقه يعني يمكن ما بتوصل لهمش يعني. انما لو في مدير فني مصري واعتبر بالكابتن جوهري الله يرحمه يعني كابتن حسن شحاته، قدموا مستوى متميز ليه؟ لانه بيدخلوا جوه اللعيبه وبيعاملوهم نفسيا وبيكلموا معاهم طول الوقت معاهم، وبعدين عايشين يعني عايشين معانا. هم اخترعوا الاغاني الوطنيه سماعه اللعيبه، واخترعوا التحفيز المعنوي قد ايه تخلي اللعيب نازل ياكل النجيله بالظبط، وبالتالي حققوا نتائج جيده يعني، وارقام كبيره جدا طبعا. في حين المدرب المصري بياخد اي رقم بقى مبسوط جدا ان هو يتولى المسؤوليه الفنيه. او ليه المدرب المصري ما يدلوش زي المدرب الاجنبي؟ ليه لا يعني؟ ليه ما يعلوش مستواه ويدوا له مكافآت زي ما بيدوها للمدرب؟ ليه لا يعني؟ الكابتن هاني رمزي يعني شايفه ان هو جاي في الطريق مدير فني لا ما شاء الله، بيقدم مستوى جيد وعينه كويسه وبيعرف يختار لعيبه كويسه، وده يعني هو ساعد المدرب في الفتره الاخيره اكيد انه يجيب له كذا لعيب كويس ما كانش شافهم، وبيقدم مستوى متميز مع المنتخب. نطلع بقى بره المنتخب عشان احنا وقتنا يعني الوقت جري معاك جدا يا كابتن، انا مش مصدق ان احنا بقى لنا دلوقتي حوالي 40 دقيقه. حبيبي قطاعات الناشئين في مصر راضي عن ادارتها؟ لا. طيب اقول لا، الرد واضح، واقول لك لا ليه؟ اصل بص المجاملات في تعيين المدربين في قطاع الناشئين في كل انديه مصر، وبالتالي اللي بيعامل المرحله السنيه دي لازم يبقى عنده خبرات عاليه قوي في التعامل، اول لازم يبقى عنده دارس اصول تربيه وعلم نفس، عشان التعامل مع المراحل السنيه دي مش اي حد بيتعامل معاه. اللي احنا بنشوفه اولا في مدربين بيدوا احمال للاعمار الصغيره، وده كلام علمي مش مظبوط خالص. لا دي مصيبه. مدربين وفي نوادي كبيره على فكره، وفي نوادي كبيره، انا اصلي يعني كنت بس مدير فني منطقه القاهره، واحنا اللي بنعمل المهرجانات بتاعه البراعم، وبشوف مدربين بيدوا اطالات للمراحل السنيه صغيره، والاطالات لايه؟ مفيش عضله عشان يعمل لها اطالات، وبالتالي هو بيموت نبته طالعه لسه بيموتها، وبالتالي الاحمال اللي بيديها بيحرق كل حاجه الولد. طب مين مسؤول يا كابتن؟ ادارات الانديه، يعني ادارات الانديه هي المسؤوله مسؤوليه مباشره على اللي انا بقوله. حته تعيينات المدربين دي لازم يبقوا اللي ماسكين الاعمار السنيه دي لازم يبقى عندهم خبرات تدريبيه كتيره، بحيث يقدروا التعامل مع المدربين مع الاولاد الصغيرين، بيقدروا يديهم المرحله السنيه دي محتاجه ان انت تدي التدريب مقنن، ما فيهوش احمال وجري حوالين الملعب، ما فيهوش دخول جيم وتدي لياقه، ما فيهوش حمل اثقال، ما فيهوش وزن، يعني بشوف حاجات بيقتلوا مواهب. نمره اثنين، مش اي حد يقدر يشوف اللعيب ده كويس واللعيب ده قليل. اللعيبه اللي لسه المدربين اللي لسه ما عندهمش خبرات كافيه ما يقدرش يقول ان اللعيب ده كويس، وبالتالي الاخطاء كتيره قوي في الانديه، بيمشوا لعيبه وبعدين يشتروها من انديه اخرى. بالظبط. ليه؟ لان العين الخبيره مش موجوده. الولاد الصغيرين محتاجين اكتر من عين يشوفوهم، يعني لازم بالزبط. تقول الولد ده عنده موهبه كويسه قوي، بعد سنه ممكن يبقى كويس، وما تمشيهوش. بالظبط. انما انت بتشوفه دلوقتي، لو انت مش خبره كفايه لا ده يمشي مستواه بيتطور، والناحيه البدنيه بتتطور مع الاداء الفني والمهاري بيتطور، اهم حاجه العين تقول ده كويس او مش كويس، وبالتالي بتروح شريك من حته ثانيه. والامثله كتير، مش عايز اقول اسامي، لا مش هنقول الامثله كتير، فلازم الانديه
تراعي النقطة ديت المدربين اللي بيعينوا في قطاع الناشئين في كل الأندية يعني لازم يبقوا على خبرات كافية جدا، لازم يكونوا حاصلين على دراسات في الأصول التربية وعلم النفس، لازم يكونوا الدراسات التدريبية بتاعتهم بتتضمن ازاي يدرب الناشئ مش الكبير، لأنهم بيشوفوا التدريب بتاع الكبار بيقلدوه مع الصغيرين. بالزبط. ما ينفعش مصيبة. لازم طولت عليك معلش. لا خالص بالعكس والله. لازم نقعد نتكلم عن قطاعات الناشئين. كل مرة أقول لازم نقعد نتكلم عن قطاعات الناشئين، لكن الوقت إن شاء الله نعمل حلقة كده نتكلم فيها عن قطاعات الناشئين. بس كابتن إبراهيم عبد الصمد طبعا رمز ونجم كبير جدا وحاجة جميلة جدا في الكرة. شكرا جدا لحضرتك حبيبي. سعيد ان انا كنت معاك ودخلت في حاجة انا بحبها قوي، حتة قطاعات الناشئين. هنتكلم فيها تاني ان شاء الله. وشكرا جزيلا على اللقاء الجميل. نورت وشرفت يا كابتن بيتك. طبعا وقتنا بيخلص معاكم بسرعة كالعادة، يعني دايما بتنوروني وبتشرفوني. كان معايا كابتن ابراهيم عبد الصمد وكان معايا كابتن احمد حسن دروبا. ان شاء الله دايما نجيب لكم نجوم كبار كده نطمنكم عليهم ونجيب لكم خبرات كبيرة جدا برضو نتكلم فيها في الاحوال العامة للكرة المصرية. نورتوني وشرفتوني ودايما مع الف سلامة.